طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم السبت 21 نوفمبر 2020. يسعدنا ويشرفنا إنه اليوم يكون معنا بروف أسعد يحيى شمس الدين الشافعي. وبروف أسعد هو أستاذ جامعي في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، وخبير هندسة المياه. هيقدم إن شاء الله سيمينار في عنوان مهم جدا: السودان وشد النهضة، ليس كل ما يلمع ذهبا. فدكتور أسعد، يعني العنوان طبعا جاذب جدا جدا، والأحداث في المنطقة ذات الجيوبوليتكس سخنت شديد مع اندلاع الحرب في إثيوبيا. ربنا إن شاء الله يحقق السلام فيها وفي السودان وفي كل أنحاء العالم. فتفضل بروفيسور سعد، احنا سعيدين بك ومستعدين نسمع ما عندك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ أنور على يعني المقدمة الجيدة. وطبعا هو عنوان المحاضرة هو السودان وسد النهضة، ليس كل ما يلمع ذهبا. فيعني ده حس هو موضوع مهم جدا، يعني خصوصا في خلال المستجدات ذات الحالية. اوكي، اول حاجه دايرين نشرح، يعني نقدم يعني جست اوفر فيو عن عن البرزنتيشن ذاته. دايرين نشرح انه يعني نورياته نقاط احنا هنمشي نقدمها في الاخر كده. في الاول هنقدم كده شويه مقدمه عن عن المياه في البلو نايل والنيل الازرق ونهر النيل، وبعدين نتكلم عن عن بروف، يا ريت لو عملت شير السكرين من عندك، لانه عملت شير، عملته بالرايد. اوكي، كان يو سي ذا سكرين ذير؟ لا لسه، يا ريت لو حاولت ثاني. ممكن توقف الشير الاول وتعمل شير ثاني. دقيقه. اوكي، نعمل شير برضه بالباشمهندس احمد بشير من جامعه مانشستر هنا. ايوه كده، تمام، واضح. واضح، ايوه، خلاص، جميل، كله تمام، خلاص. فبعدين نتكلم عن الأشياء، يعني العلاقة بين برضو المياه والسياسة، وبعدين نتكلم عن الفوائد بعد فوائد سد النهضة، وبرضو نتكلم also يعني نتكلم عن الآثار السالبة. طبعا زي ما شايفين هنا في السلايد دي، ده طبعا دي يعني خرطة لنهر النيل، وبتحاول يعني توري يعني بعض الخصائص عن الهيدرولوجي بتاع نهر النيل. طبعا هو بتاع نهر النيل، طبعا هو نهر النيل عنده ثلاثة حتات بيجي فينا، يعني هو من أثيوبيا ومن حتات الإكواتورية ومن بحر الغزال. وبعدين هو متوسط التصرف السنوي بتاع نهر النيل حوالي يعني 84 يعني بليون متر كيوب. ومعظم المياه بتاعت النيل الأزرق بتاعت نهر النيل يعني تنبع من الهضبة الأثيوبية. بعدين هنا واحد من الخصائص بتاعت نهر النيل والنيل الأزرق هو يعني يعني انت بتشوف يعني هنا في فاريشن كثير جدا من خلال العام كله. وبعدين هنا برضو واحد من الخصائص هير انه يعني في جزء من البلدان بتاعت حوض النيل لا توجد فيها امطار، وفي اجزاء برضو توجد فيها امطار كثيره جدا. الجدول ده جدول مهم جدا، وهو طبعا ده جزء من النزاعات، يعني ده جزء من الاسباب النزاعات. ف يعني الجدول ده بيحاول بيوري الكمية المياه يعني المستغلة أو الالوكيتد وبين السودان ومصر وأثيوبيا. طبعا أثيوبيا مصر هنا بتاخد خمسة، يعني حسب اتفاقية يعني حسب اتفاقية سابقة مع السودان في 1959 بتاخد حوالي 55.5 بليون متر كيوب. بعدين السودان وجنوب السودان بياخذوا حوالي 18.5، واثيوبيا
اللوكيشن بتاعها 0.6. بعدين لما انت تلاحظ تمشي تشوف الكونتريبيوشن بتاع كل دولة مصر يعني للتصرفات بتاعت النيل يعني الكونتريبيوشن بتاعها يعني تقريبا يعني صفر والسودان بسيط جدا لكن اثيوبيا الكونتريبيوشن بتاعها زي 85% وبعدين كميه الاستغلال كميه الاستغلال بتاعتها او الكميه اللي بتستغلها بسيطه جدا فهذه يعني ده جزء من المعادله الصعبه يعني انا برضو بشوفه برضو من يعني بشوف يعني بتشوف اذا انت عينت مثلا للمشكله دي من يعني من راي من ناحيه اثيوبيا فانت هم ممكن يقولوا والله احنا النيل ده كل يعني المياه دي كلها بتجي منا لكن احنا ما مستغلين منها حاجه فاحنا نؤكد انه برضو يعني زي السودان ومصر عندهم حق في استغلال المياه برضو اثيوبيا عندها حق في استخدام المياه لكن هذا الاستغلال لانه اثيوبيا يعني في يعني دولة بتاعت منبع والسودان ومصر السودان يعني عابر ومصر يعني دولة نصب أي حاجة تعملها أثيوبيا أي منشآت تعملها أثيوبيا هتأثر في السودان ومصر يعني أثيوبيا عندها الحق لكن يعني هذا الحق يجب أن لا يسبب أضرار يعني كبيرة جدا على دولة السودان ومصر يعني في عاصم في زي سنة 2011 يعني أثيوبيا يعني بدأت والأعلنت إنها يعني عاوزة تبني سد النهضة والسد النهضة هنا ده هو على الحدود السودانية جنب الحدود السودانية الأثيوبية وهو يعني مبني في منطقة بني شنغول أو منطقة بني شنغول والجوموز في أثيوبيا وهي طبعا امتداد طبيعي لمنطقه وعندهم برضه امتداد طبيعي لبعض القبائل الموجوده في الحدود يعني في يعني نفس الاثنيسيتي بتاعت الناس ديل هو برضه هي موجوده في السودان بعدين الدام ده برضه الارتفاع بتاعه 145 متر ويولد 6000 ميجا وات والسعة التخزينية بتاعته حوالي 74 بليون متر مكعب إذا أنت قارنتها مع سد النيل سد الروسيرس وهو يعني واحد سد الروسيرس السعة التخزينية بتاعته 7.4 بليون متر كيوب يعني تقريبا هو 10 مرات قدر سد الروسيرس فهو ده موضوع بيعمل قلق كبير جدا نسبة للسعة التخزينية لسد النهضة وهنا في سد النهضة في البرزنتيشن دي الابريفيشن بتاعته GERD أو جيرد بعدين واحدة من التخوفات خصوصا من السودان ومصر أو من يعني من بعض خصوصا من مصر وجزء برضو من السودان انه هذا السد ممكن يعني يمسك الانيوال فلو كلها بتاعت النيل لزق يعني اذا كان مثلا اذا دار مثلا دارين يملوا في سنه واحده حتى لو مسك ايراد النيل الازرق كله ما بتمل في سنه واحده لسنه ولا سنتين عشان يملا دي مشكلة كبيرة جدا يعني فهو مشكلة الحجم بتاعته هي دي واحدة من المشاكل ففي آراء كثيرة إنه بتقول إنه السعة التخزينية الكبيرة بتاعت سد النهضة بتدي أثيوبيا وتتيح فرصة لأثيوبيا إنها يعني تعمل تحكم كامل في جريان النيل الأزرق وطبعا ده موضوع بتاع تخوف خصوصا من مصر دي برضو هنا نبذة تاريخية برضو عن سد النهضة هو الفكرة بتاعت سد النهضة طبعا دي هي ما جديدة ويعني كان سد النهضة أو حتى الموقع الحالي بتاعته يعني
يعني اخترح من سنة 1964، وكان هنا وهو كان جزء من سلسلة بتاعت خزانات، وهي اخترح بواسطة اليو اس بيرو اوف ريكلاميشن، وكان جزء من عدة خزانات، هي أربع خزانات، وهي خزان كردوبي وموبيل ومنديلة، وخزان وسد النهضة هنا كان يعرف بسد الحدود، لكن هنا الساعة التخزينية كانت بتاعته زي 11، بسيطة جدا. أكبر سد من السدودي هو السد كردوبي، حوالي 32 بليون متر مكعب. لكن هم طبعا الفكرة هي ما قديمة، فلكن الجد هنا إنه الساعة التخزينية بتاعت هو سد الحدود أو سد النهضة بقت أكبر من الدراسة الأصلية بتاعت اليو اس بيرو اوف ريكلاميشن. يعني السلايد دي بتحاول تعكس تعمل سرد تاريخي للمشاكل بتاعت تقسيم او استقلال المياه بتاعت بين السودان ومصر واثيوبيا. اول اتفاق على يعني اول اتفاق حصل بشان مثلا بشان المياه بين مثلا اثيوبيا والسودان ومصر كان بين بريطانيا وايطاليا، وهم وقعوا اتفاق يعني سنه 1891، وكان ده وقعوه في روما. وعلى حسب هذا الاتفاق انه ايطاليا كانت محتله طبعا اثيوبيا واريتريا، وبريطانيا طبعا هنا السودان ومصر، فهم قالوا حسب هذا الاتفاق انه الحكومه الايطاليه تتعهد انها ما تعمل اي استغلال او تعمل اي منشات يعني ما يعمل اي منشات ولا يعمل اي استغلال بحيث انه يغير من كميه المياه اللي بتجي من نهر العذبره في لنهر النيل. برضو في اتفاقيه بتاعه 1902 دي طبعا بين منليك الملك منليك الاثنين ومنليك نم 2، وطبعا هو كان الملك بتاع اثيوبيا، وده كان اتفاق مع بريطانيا، وانه هذا الاتفاق انه هو ما يعمل اي منشآت مائيه في النيل الازرق او ليك تانا او نهر الصوبات، ما يعمل اي منشآت اي منشآت من الغصد منها، يعني انه يعني التحكم او تخزين المياه. ف هذا السلايد يعني يعكس انه هذه المشاكل تقسيم المياه يعني من بين السودان واثيوبيا ومصر دي مشاكل قديمه وما جديده من وبرضه من زمن الاستعمار. بعدين برضه في يعني دي طبعا دي من 1891 و 1901، لكن المشكلة بتاعت المياه برضو استمرت في الثمانينات وفي التسعينات ولغاية لحد الآن. فدي شوية من التصريحات اللي قالوا بها مثلا الرؤساء ووزراء خارجية في السودان ومصر وأثيوبيا. واحد من المغول الشهيرة قال الرئيس الراحل أنور السادات، هو طبعا الرئيس المصري، فقال إذا كانت أثيوبيا عملت أي منشأ عشان يعني تخزين أو تبلوك تمنع يعني تدفق مياه النيل، هو ما عنده أي خيار غير الحرب. يعني بعدين بطرس غالي هو برضو بيقى الأمين العام للأمم المتحدة قال يعني الأمن المصري يعتمد يعني هو يعتمد على المياه. يعني برضو الاثيوبيين برضو واحد من وزراء المياه في اثيوبيا قال يعني اذا كان احنا ما تقسيم المياه النيل غير المنصف هو قال عمل خطير جدا،
وبرضو عندنا برضو هنا شريف التهامي برضو حذر انه قال انه الاثيوبيين ما هيقدروا يعملوا حاجه، لانه اذا عملوا حاجه عارفين هم هيعرفوا الكونسيكونس. بعدين برضو هذا الجو المشحون بالنزاعات لسه متواصل، فدي يعني زي ما تشوفوا هنا دي مثلا دي مقتطفات من عده صحف، فدي يعني ده هنا دي برضو هنا بيقولوا رؤساء مصر في أزمة سد النهضة يقولوا مبارك حذر ومرسي هدد والسيسي ملتزم بحماية حق مصر. فهو يعني الحاجة الواضحة إنه هو الأمن المائي حاجة مهمة جدا لمصر، لأنه مصر ما عندها أي مصادر أخرى للمياه. بعدين هنا برضو حديثا برضو رئيس الولايات المتحدة ترامب قال إنه طبعا يعني لمح إنه إذا كان ما في اتفاق أو ما في يعني ما في اتفاق واضح، فالمصريين ما عندهم يعني احتمال المصريين قال يعني يمشي يضربوا السد. كويس. فسد النهضة يعني فيه عدة يعني عدد من النقاط يعني يجب الناس يعني ينتبهوا لها. أهم حاجة منها هي أمان السد، وأمان السد ده بيكون عنده مراحل كثيرة، في مراحل مثلا من أثناء التصميم وأثناء التنفيذ وبرضو في أثناء التشغيل وبرضو حاجات برضو يعني مرتبطة بالصيانة. فأنا بحاول يعني أتطرق إلى بعض هذه النقاط يعني بطريقة سريعة جدا. واحد من الأشياء التي يعني كانت مفروض تعمل يعني أول حاجة يعملوا حاجة اسمها الدام بريك أناليسيس، يعني يعملوا استدي عشان يشوفوا إذا مثلا سد النهضة ده ينهار يعني هيحصل شنو يعني مثلا في السودان، وبدون يعني بدون أي كالكوليشن أو بدون أي نموذج رياضي. فنسبة للسعة التخزينية العالية لسد النهضة فهو إذا سد النهضة ينهار فالضرر على السودان حيكون كبير جدا، وحيكون كبير جدا وحينتهي يعني حيغرق كثير من المدن والقرى السودانية. دي الخرطة دي طبعا الخرطة دي أنا يعني عملناها ويعني بمساعدة يعني جزء من الطلبة بتاعني عشان نوري ماذا يحصل إذا يعني انهار سد النهضة. فإنت إذا عينت في الخريطة دي طبعا الأرقام دي يعني هي طبعا مستويات المياه بالمتر، ف انت اذا شفت الخريطه هنا بتشوف مثلا في الخرطوم ارتفاع المياه مثلا يحصل لغايه 10 متر، وهنا في بعض المناطق 8 او 5 متر، وهيمشي حتى الاثار بتاعته هنا حتى في مناطق كثيره في النيل الابيض. ف يعني الملخص هنا اذا انهار سد النهضه الاثر بتاعه على السودان مش حيكون بس يعني يكسر مدن ولا كده، ده يعني حيكون فيه يعني فقدان كبير للارواح، وهنا نتمنى انه ما يحصل. وفي حاجه برضو داري اقولها، اذا هو طبعا اذا السد صمم بطريقه جيده ونفذ بطريقه جيده فاحتمال انهياره بيكون يعني احتمال بسيط جدا، لكن برضو نسبة للخطورة بتاعته أظن إنه الاحتمال بتاعه بسيط نسبة للأثر الكبير بتاعته، فمعناه هو إنه معدل الخطورة كبير جدا. يعني السودان لازم ينتبه للنقطة دي، وهو برضو يعمل في الحسبان إذا انهار السد هنعمل شنو. يعني بس إحنا بس ما نعمل حاجة، يعني بس نقعد نقول مثلا السد ما ينهار، فإحنا لازم نتخذ جميع الاحتياطات. فأنا يعني من حسب ما سمعته من يعني مسؤولين كبيرين من وزارة الري إنه عملوا تعديلات كبيرة في التصميم، ولكن حتى إذا عملوا برضو تعديلات كثيرة في التصميم لازم برضو يكون في فلوب في الكونستركشن تو ميك شور إنه
إنه هذه التعديلات عملت برضو بطريقة جيدة. في نقطة تاني، فالناس بيقولوا مثلا سد النهضة ما ينهارقوا، خلاص ما إذا هو طبعا صمم بطريقة جيدة ونفذ بطريقة جيدة وبرضو عملوه صيانة كويسة، صيانة وإنسبكشن يعني جميل، يعني بطريقة دورية وطريقة علمية وطريقة حديثة، فاحتمال يعني انهياره حيكون بسيط جدا. لكن هنا في سؤال بيطرح نفسه، طبعا أثيوبيا عندها عدد من السدود طبعا في على الأنهار المشتركة، فمثلا هنا مثلا ده في سد برضو اسمه سد تكيزي، ده معمول في عطبرة، فأنا حاولت أجيب المقتطفات دي عشان أوري إنه يعني هذه السدود برضو تشكل خطورة على أمن السودان في حالة الحرب. فهنا مثلا هذه الأيام يعني في نزاع بين إقليم التيغري وأثيوبيا والحكومة الفيدرالية والحكومة المركزية في أثيوبيا، وفي كلام كثير بيقال في الإنترنت، هل تضرب تيغراي سد النهضة ردا على ضرب أثيوبيا محطة الكهرباء في سد تكيزي؟ وأثيوبيا بتنفي ما أعلنه التيغراي بشأن قصف سد تكيزي. طيب، أول حاجة سد تكيزي ده مبني على نهر عطبرة وفي منطقة التيغراي، والسعة بتاعته 9.2 بليون متر مكعب. إذا برضو انهار هذا السد، أو إذا كان حصل فيه مثلا هجمة عسكرية وانهار، برضو ده حيعمل لنا ضرر برضو كبير جدا في السودان. حتى لو ما انضرب، نسبة الحرب الغائمة احتمال يعني how do you يعني كيف انت هتشغل الخزان والحرب دي قائمة؟ طبعا اذا كان في حرب ده برضو هل هذا يؤثر على تشغيل الخزان؟ فهنا عندنا مثلا في السودان في incidents حصلت قبل اسبوعين ولا ثلاثة، مثلا العمال بتاعت العمال اضرب في خزان سنار وحصل ارتفاع كبير جدا لمستوى المياه خلف الخزان، وادت الى غرق بعض المناطق في خزان سيناء. إذا كان في حرب موجودة زي دي وفي تهديد مثلا لضرب محطات الكهرباء، مين يعني هل مثلا السد هيشتغل بطريقة جيدة ولا ما هيشتغل بطريقة جيدة، ولا حتى في أي شخص هيجي يشغل؟ فدي برضو مشكلة كبيرة جدا للسودان. فالحاجة إنه النقطة الأساسية اللي أنا عاوز أسيرها هنا، ما هي خطة الطوارئ في السودان في خلال السلام وخلال وبرضه في خلال زمن الحروب، ما هي الخطة يعني خطة الطوارئ إذا حصل مثلا الدام ده ينضرب، أو حصل حتى لو ما ينضرب إذا كان يعني نسبة لسبب الحرب والنزاعات الداخلية ما السد ما إيش يعني ما يعني ما أدير بطريقة سليمة، هيحصل شنو للسودان؟ ما هي الخطة في السودان لدرء الآثار السلبة الناجية عن إنه إذا انهيار السد أو التشغيل غير السليم؟ نفس المشكلة هنا، دي الآثار السد التكيزي برضو هي برضو يعني هي valid للكيس بتاع سد النهضة. فيعني ما هي خطة الطوارئ عندنا إذا انهار السد؟ بعدين في كلام جدل كبير جدا عن عدم وجود اتفاقية مثلا على ملء سد النهضة، فدي برضو دراسة عملت سنة 2020، وجبت الدراسة هي عشان أوضح نقطة معينة هنا على حسب الدراسة دي، وضحت إنه إذا أنت مثلا نقصت اللايف ستورج بتاع سد النهضة من 59 لغاية 45، التوليد بتاع الكهرباء بينقص ب10%. يعني ما نقصان كبير جدا، فهي 10%. فأنت ممكن يعني أنت لاحظ هنا، أنت إذا أنت عملت 40% reduction لل storage capacity بتاعتك، بيكون عندك only 10% reduction.
دي برضو نقطة مهمة جدا، فدي يعني strong indication إنه الخزان ده سعته over، يعني الخزان ده oversize، لأنه هو تقريبا يعني إذا كان هو ده الدراسة الصحيحة وما في أي مشكلة، فهذا يعني فهذا يوضح إنه الخزان ده يعني design في المنطقة بتاعت اللي اسمها يعني الناس اللي بيعرفوا تصميم الخزانات دي مصمم في منطقة اللي اسمها diminishing return. فأنت إذا ممكن تكبر سعة الخزان تكبرها، لكن هذا لا يعني إنك هتولد كهرباء أكثر. بعدين دي واحدة، ده برضو كلام مهم جدا في الملء وفي فترة الملء. إذا كان مثلا أنت ممكن يعني بدل تخزن 59 ممكن تخزن 50 45، وممكن يعني برضو تولد جزء كبير جدا من الكهرباء اللي انت يعني عملتها في يعني حسب الديزاين كاباسيتي. فده ممكن برضو يوري يعني 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 مفتاح لطريق يعني لحل النزاع في مساله ملء ملك الخزان. فطبعا دي دراسه مهمه، وثاني يعني it require يعني further investigation. في برضو حاجه مهمه جدا يعني كيف يدار الخزان بحيث انه يقلل من الاثار السابقه. فدي نقطه لسه ما معروف، لانه هو ذاته ما في اتفاق على الملء، ما في اتفاق على التشغيل، فكيف وما معروف ذات الاثار السالبه. فيعني فانت ما لا يمكن لك يعني تعمل ميديجيشن للاثار السالبه بدون ما انت تعرف طريقه التشغيل كيف، وهي طريقه التشغيل والمال برضو ما عليها اتفاق. هنا انا حوري يعني two examples كيف تشغيل سد النهضة ممكن يأثر علينا في السودان. فأنت إذا قريت مثلا في الصحف في خلال شهر 7 الماضي، فكان حصل انحساب مفاجئ للنينين، وكان يعني هذا أدى إنه عدد من مياه محطة المياه تخرج من الخدمة، لأنه المستوى بتاع المياه بقى قليل جدا. فطبعا ده هنا ده برضو من تصريح من وزارة الري، وكشفت وزارة الري والموارد السوداني الأسبوع الماضي عن انخفاض مستوى المياه الواردة من أثيوبيا بمعدل 900 مليون متر مكعب، وفسر ذلك ببدء أثيوبيا ملء سد النهضة وهو ما نفته أديس أبابا لاحقا. فهنا برضو المدير بتاع المحطات المدير هيئة المياه ولاية الخرطوم بيقول إنه المحطات دي مرقت من الخدمة نسبة للانعسار المفاجئ. وهنا ردت إدارة الخزانات بوزارة الري، فقالت إنهم هم فتحوا بوابات خزانات الروسيرس والمياه حتصلهم في خلال يومين. فدي يعني ده إذا ما كان في coordination، إذا كان ما في تنسيق بين تشغيل سد النهضة والخزانات السودانية، هذا يؤدي مثلاً لواحدة من المشاكل دي. دي مشكلة بسيطة جداً، لكن أنا بحاول إنه أوضح إنه لازم يكون في تنسيق، ولازم يكون إذا السد يعني بعد اكتمال السد لازم يكون في تنسيق، ولازم يكون برضو في تبادل معلومات عشان ما تحصل لنا مشاكل زي المشكلة اللي حصلت لنا دي. فطبعا هنا يعني في من الظاهر من الإعلام هنا الناس برضو يعني بيرموا اللوم كله على أثيوبيا، لكن أنا بقول إنه في نقطة واحدة أوضحها، إنه هنا المشكلة دي ما بس مشكلة أثيوبيا، هنا برضو عندنا مشاكل، ولازم مشاكل فنية، ولازم هنا برضو نحلها. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه هنا إنه برضو عندنا في السودان عدم تنسيق ظاهر، يعني على حسب ما قيل في الصحف، يعني إذا أنت قريتها وحللتها يعني النتيجة إن أنت يعني حت يعني حت يعني المين كونكلوجن إنه ما في تنسيق بين
مياه الخرطوم ووزارة الري، لأنه هذه المشكلة كان ممكن يعني ممكن يتفادوها، وفعلا هم المشكلة حلوها، يعني فتحوا بوابات خزانة الرصيص وخلوا مويه أكثر تمش. لكن المشكلة أنت ليه يعني أنت في المشكلة، بدل أنت المشكلة تخليها تحصل يعني تحصل، أنت ممكن تتفادى المشكلة إذا كان عندك تنسيق بين الإدارتين. برضو هذا برضو يعكس مشكلة تانية، إنه في احتمال إنه يعني يجب على السودان يعني يعمل evaluation أو يعمل تقييم لإدارة السدود، وخصوصا في أيام الصيف برضو، لنقول لأخواننا مثلا في هيئة المياه، هل هم عندهم إذا حصلت المشكلة دي تاني، هل هم عندهم يعني مناطق أخرى ممكن يجيبوا ما يعني ممكن تنسحب منها، يعني ممكن to extract water from، بحيث إن يعني to بحيث إن you know, to satisfy the water supply demand في منطقة الخرطوم وفي مناطق أخرى. فبرضه ده يعني في نقطة مهمة جدا، إحنا لازم نفهم يعني الانترديبندنس أو كيف تشغيل محطة المياه بيعتمد على تشغيل الخزانات. برضه في نقطة تانية مهمة جدا هنا برضه الناس بتتطرق لها، فهو ما هو التصريف الأدنى المفروض يكون في نهر النيل الأزرق، بحيث إنه ما تحصل لنا مشاكل بتاعت المويه، بحيث إنه برضو تومنتين الإيكولوجي في نهر النيل الأزرق. دي برضو مشكلة تانية جدا، إنه قالوا خبراء سد النهضة سبب حصل برضو فيضان السنة دي كبير جدا، حصل فيضان كبير في السودان. فواحد من الخبراء بيقولوا والله سد النهضة سبب الفيضان وغرق السودان. برضو هنا قالوا برضو في واحدة من يعني في واحد من السايتس وفي الانترنت بتقول إنه أثيوبيا تلمح إلى دور سد النهضة في فيضانات السودان، وبأحمد يتعهد بمن تكرارها. ففي زي يعني في زي إشي هنا بتاع أنسرتينيتي، هل هو سد النهضة أدى ولا ما أدى؟ وفي واحدين بيقولوا أدى واحدين ما بيقولوا أدى، لكن هو طبعا السبب الرئيسي للفيضان هو طبعا الأمطار الكثيرة في الهضبة الأثيوبية. فالمشكلة هو أدى ولا ما أدى، طبعا ده داير يعني ريكوير يعني فيرزر انفستيجيشن الناس، عشان الناس ما تظلم الناس التانيين، فلازم يدرس بطريقة علمية والناس تعرف هل سد النهضة أدى ولا ما أدى. يعني هل أدى إنه إلى زيادة معدل الفيضانات في السودان؟ فده أجين هنا يعني يعني دي برضو نقطة مهمة، يعني توضح إنه تشغيل سد النهضة مع التنسيق مع السودان برضو مهم جدا لتفادي يعني مشاكل الفيضانات. نتكلم شوية هنا عن تأثيرات سد النهضة. فطبعا هنا جزء من تأثيرات سد النهضة انت تأثيرات اقتصادية وتأثيرات اجتماعية وتأثيرات بيئية. قبل ما أبدأ، إنه هذه الدراسات لم تتم بعد، فما في دراسات واضحة ولا في دراسات منشورة، حتى من الجانب السوداني والأثيوبي والمصري ما في دراسات واضحة. فهنا بنحاول هنا نتطرق لبعض من المشاكل. السلايد دي ملخص لبعض الفوائد من سد النهضة على السودان. أول حاجة، واحدة من الفوائد إنها بيزيد لنا الإنتاج بتاع الكهرباء، وبتقلل لنا نسبة الطمي في الخزانات، وممكن بعد خزان النهضة مستوى المياه برضو ممكن يرتفع، وهذا يعني يساعد مثلا في الملاحة. وبرضو عنده فوائد في تنظيم الفيضانات وتقليل آثار الفيضانات، وبرضو بيساعدنا
في إننا نستغل المياه الالوكيتد فور السودان اكوردين يعني للاتفاقيه مع مصر. لكن عشان هذه الفوائد يعني تتبلور من الورق الى للطبيعه، فهو لازم يكون في اتفاقيه واضحه على المل والتشغيل. وهذه يعني دي برضو حاجه اكد عليها مثلا الرئيس السيسي والفريق البرهان، فهو لازم يعني هم الاثنين اتفقوا لازم يكون في اتفاق ملزم على المل وتشغيل سد النهر. وطبعا هذا كلام صحيح، اذا كان ما في اتفاقيه واضحه، هذه الفوائد لا يمكن ان يعني ان تكون حقيقه، فبتكون يعني بتكون بس خيال. فبقول انه في مجال مثلا درء الفيضانات، فهو شايف الاخ محمد بشير موجود، فهو بقول برضو انه سد النهضه لا يحمي السودان حمايه كامله من الفيضان. فهو طبعا هو كلام منطق وكلام معقول، يعني ممكن الانسان يتخيل مثلا سيناريو انه مثلا اذا كان مثلا سد النهضه كان مليان وانت عندك مياه جاية، مياه بتاع الفيضان جاية، فطبعا المياه دي يعني لازم يعني تفكها من الخزان، وده يعني هيعمل فيضانات في السودان. ففي نقطة تانية برضو عن إنه سد النهضة هيتيح للسودان استغلال حصته على حسب اتفاقية 1959 مع مصر. فأنا بقول في مهندسين كثيرين من سابقين برضو في وزارة الري ومهندسين كبيرين وخبراء بيقولوا إنه السودان استغل في وضعه الحالي استغل كل حصته من مياه النيل. فدي برضو دي نقطة مهمة، هل السودان هو استغل ولا ما استغل؟ فدي مهمة جدا عشان أنت تعرف هل السد ده برضو يعني هيجيب لك فوائد ولا ما هيجيب لك فوائد. فطبعا هي مشكلة انه هل السودان استغل وما استغل، يعني حل من ناحية تكنيكال يعني very simple، يعني انت بتعمل جرد مائي وبتشوف انت يعني الكمية بتاع المياه اللي استغلت. طبعا لازم تكون في البيانات والمعلومات اللازمة عشان تمكنك تعمل جلد مائي. دي برضو هنا يعني مقتطفات من سايتس، هو اللي اسمه الهورن فيس، وهي دي تصريحات لبروفيسور اسمهاني، وهو الدايركتور في يونسكو تشيرش في جامعة ألمانية. فهو يعني بيصير يعني ثلاثة نقاط، وهي فعلا ثلاثة نقاط مهمة ومنطقية. فهو قال يعني أول حاجة إحنا، هو قال إنه في تاريخ الهندسة ما سمع بإنه خزان إنه زول داير ابن خزان بدون ما إنه يعني يكون فيه دراسات عن الإفكت بتاعته، إذا كان هي دراسات اقتصادية، آثار اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. ما في دراسات، لانه هو طبعا هو دي عنده فيها يعني نقطه مهمه جدا. فلازم قبل انه يعني اذا كان هو يعني في ايديل سيتويشن وفي وضع مثالي، اذا كان هي اسيوب اصلا دارت تبني الخزان ده، المفروض هي تعمل كونسلتيشن مع السودان ومصر ويعني يشوفوا الاثار البيئيه والاجتماعيه وغيرها، وبعد كده يحاولوا يختاروا يعني الديزاين سيناريو بحيث انه يعني يقلل من الاثار السالبه. بعدين في مشكله ثانيه انه اثيوبيا بتبني وما في دراسات، في اثيوبيا بتبني وما في لسه ما في دراسات واضحه. فاذا كان مثلا يعني احنا منتظرين شنو؟ هل احنا منتظرين الخزان يبنى اولا وبعدين نعمل الدراسات؟ وبعدين طبعا اذا الدراسات اذا عملت والخزان يتبنى، طيب ايه فائده الدراسات دي؟ لانه بعد ما الخزان
يتبني، ما ممكن تقدر تعمل أي تعديلات في التصميم. فالحاجة الوحيدة اللي ممكن أنت تعملها، ممكن تعمل تعديلات في إدارة الخزان، لكن هل هذه التعديلات تكون كافية وغير كافية لدرء الآثار السلبة؟ يعني الله أعلم. برضو واحد من الآثار السالبة من سد النهضة إنه حيمنع الطمي، يعني حيجز كبير، كمية كبيرة جدا من الطمي، وده يعني هيؤثر على خصوبة التربة، وبرضو واحد من الآثار السالبة بتاعته ممكن يؤدي إلى برضو زيادة الهدام، ولا برضو إلى تعميق مجرى النهر، وبرضو ده بيمثل خطورة على المنشآت المائية من كباري وغيره في على نهر النيل. وبرضو التعميق بتاع مجرى المياه ما بس هو يعني هيكون بس في نهر النيل ذاته، وبرضو هيكون برضو في غنوات الري. برضو السد النهضة ده عنده هيكون عنده آثار برضو على الإيكولوجي، وهنا نقول إنه نهر النيل عموما هو يعني very rich من ناحية fish species. في دراسات قديمة اتعملت في غانا الجونجلي، فورت إنه عندنا 115 نوع من الأسماك في جمهورية السودان، وبرضو في أثيوبيا في أكثر من 50 نوع من الأسماك على الجانب الأثيوبي من نهر النيل. فدي ما واضح يعني هيحصل للفيش دايفرسيتي، هيحصل إيه يعني بعد سد النهضة؟ فده برضو يعني لسه حاجة ما واضحة. برضو دي يعني دي برضو اكزامبل هنا من اثار السد العالي على الفيش، عشان هنا بتكون ده يعني ده كمية السمك، وده هنا عندك الزمن. فانت شايف هنا مع شايف هنا انه في يعني في تنا في ديكلاين في الكمية بتاعت الاسماك بعد تشييد السد العالي. برضو واحد من الآثار برضو من الآثار السالبة هو برضو فقدان خصوبة التربة، وده هنا جراف برضو عن آثار السد العالي في استخدام السمادات الكيميائية. انت برضو هنا بتشوف هنا يعني الكيرف ماشي طوالي هنا، فانت شايف هنا طوالي في يعني في زيادة مع الزمن، كل ما تمشي لقدام برضو كل ما كمية السمادات اللي انت بتستخدمها تكون اكتر. برضو واحد من الاثار السلبية برضو فقدان الطمي، برضو هيأثر على صناعة الطوب. طبعا ده الطوب ده يعني it's a very important building material في السودان، لانه خصوصا في المدن الكبيرة. فهو ما في دراسة واضحة عن أثار سد النهضة عن صناعة الطوب الأحمر، وكيف ده هيأثر على الكونستراكشن اندستري، وكيف هيأثر على أسعار المنازل وغيرها في السودان. ده برضو حاجة ما مفهومة. برضو برضو سد النهضة هيأثر على المناطق الزراعية على ضفاف النيل، وده برضو تصريح هنا لوزير الري ياسر عباس، فقدان يعني انه بعد سد النهضة يعني انه السودان هيفقد نصف الأراضي الزراعية التي تروى من نهر النيل بالري الفيضي. يعني بعدين المناطق الزراعية على ضفاف النيل الأزرق، فهي دي تتركز كثيرا جدا حوالي المنو، حوالي المدن والقرى، ولها دور مهم جدا في الأمن الغذائي في كثير من المدن والقرى في السودان. برضو في مشاكل تاني زيادة على فقد الأراضي، إذا حصل تعميق مثلا إذا مثلا العمق بتاع نهر النيل زاد، ف يعني بيحصل في الحالة دي إنه يعني مستوى المياه هيقل، لأنه أنت يعني نسبة للنحت، ففي الحالة دي أنت ممكن تكون محتاج لطرمبات عشان ترفع المياه، عشان
ترويج هذه المناطق. فبرضو ده برضو يعني لازم يكون لازم تكون في دراسة واضحة، لأنه الجروف والمزارع على ضفاف النيل الأزرق مهمة جدا في الأمن الغذائي بالنسبة لكثير من القرى والمدن في السودان. برضو واحد من الآثار على سد النهضة برضو هو هيأثر على المياه الجوفية، ممكن يأثر عليها برضو بآثار سلبة إذا كان حصل يعني ديبنينج، يعني حصل إنه الغاع بتاع النهر زاد عمقا. ففي الحالة دي يعني بدل المويه تمشي من نهر النيل تغذي المياه الجوفيه، المويه من المياه الجوفيه هتجي للنهر. تاني برضو هنا ده في نقطه مهمه جدا برضو في سد النهضه مثلا في السودان، ما يعني حسب الواضح انه ما في اليه واضحه بانه كيف يدي المواطن رايه في مفاوضات سد النهضه او في اي اتفاق بشد سد النهضه. فدي الصور دي بتوضح جزء من مظاهرات واحتجاجات قامت في منطقه النيل الازرق، وهي طبعا منطقه متاخمه لسد النهضه. فهنا يعني كثير من المحليات في مثل محليه ورد الماهي مثلا بولايه النيل الازرق، فهم عملوا وقفه احتجاجيه ومطالبين بانه معالجه الاثار السالبه لسد النهضه. وقالوا هنا واحد من الشعارات بتاعتهم، الوقفه الاحتجاجيه لمتضرري السدود بالولايه من اجل رد الحق رد الحقوق حريه وسلام وعداله. فطبعا عشان تحقق الحريه والسلام والعداله فلازم في الاول تشوف من المتضرر، وانت كيف يعني كيف انت يعني ترد عليه الضرر عشان تحقق له الحريه والسلام. فدي برضه هنا دي يعني نقطه مهمه جدا، لانه احنا ما دارين تكون في صراعات داخليه، ودارين يحصل انه لازم يحصل استقرار امني في السودان. فلازم الناس المتاثرين مثلا في منطقه النيل الازرق برضه احنا لازم نشوف يعني نشوف طريقه كيف نعالج الاثار السالبه، بس ما هو بس جس في منطقه النيل الازرق، المفروض درء الاثار السالبه يكون لجميع المتاثرين بالاثار السالبه لسد النهضه. ففي الان فهو معروف يعني لانه ما في دراسات واضحه، فهو معروف مين حيتاثر بسد النهضه وحيتاثر كيف، وحتى ذاته ما في جروب ذاته يعني يجمع الناس اللي حيتأثروا بسد النهضة بحيث انه يدلوا برايهم في المفاوضات. فدي يعني نسبة لانه سد النهضة سد كبير جدا، وهو يعني توقيع اي اتفاق يعني ما هي بس يؤثر على الناس الجيل الان، هو برضه بيكون عنده اثر على الاجيال السابق. فهو اهم حاجه انه برضه احنا لازم ناخذ برضه راي المواطن ونشوف هو يعني بالضبط رايه شنو، هل هو موافق على سد النهضه او موافق على سد النهضه. وده برضه بيدينا مثلا بدي يعني كلير دايركشن للوفد المفاوض، يعني بيديه فيري كلير دايركشن بحيث انه يعني كيف يدير اسلوب التفاوض مع دوله السودان، مع دوله اثيوبيا ودوله مصر. فدي طبعا اخر سلايد، ونقول لكم يعني شكرا جزيلا على الاستماع. شكرا جزيلا دكتور سعد على البرزنتيشن، الصراحه خلى فيه اسئله كثيره جدا جدا في اذهاننا. احنا تابعنا وعندنا مجموعه فرعيه لابحاث سد النهضه، وفيها الباشمهندس محمد بشير، وهو من الباحثين الأماجد في المجال ونشر عزم الأوراق العلمية، لكن خلى لنا أسئلة كبيرة جدا فعلا ما معروف يعني في الموضوع، كأنه سياسي ما علمي. تساءلت عن عدد كثير جدا من الدراسات ما اتعملت، أصحاب المصلحة ما موجودين، وما في أي سيميوليشن، لأن والله لو حصل كده الميتيجيشن بتاعنا هيحصل كده ولا الريسبونس بتاعنا كده.
فبصراحة الوضع مخيف يعني. فما أعرف هل أنتوا عندكم تواصل، عندكم يعني خط ساخن زي ما بيقولوا مع وزارة الري واللجنة المفاوضة؟ احنا استضفنا هنا ده كبير المفاوضين قبل كده في وزارة والله الري. احنا بنحاول نحاول الاتصال مثلا بوزارة الري، واحنا نرحب بأي اتصال بهم، اذا كان هم طبعا اذا طلبوا يعني اذا طلبوا مثلا يعني راي، احنا يعني مستعدين نقدم راي. لكن يعني اصلا طريقة لازم تكون في آلية واضحة، عشان حتى اذا انت عندك يعني أسئلة ولا عندك آراء مختلفة من آراء السد المفاوض، لازم تكون في آلية واضحة بحيث ان الناس تقدم رأيها ويتناقش بطريقة واضحة وبطريقة شفافة. عشان في الأخير احنا يعني في آخر حاجة احنا يعني لازم نعمل إجماع وطني على كيف احنا نتفاوض مع أسد النهضة. لكن هسه الموضوع في السودان، مصر يعني واضحة، يعني رأي واضح والأثيوبيين رأي واضح، لكن في السودان الرأي بتاعنا في جزء كبير معارض وفي برضه جزء كبير مؤيد، ما في إجماع. والكلام يفترض انه مبني على علم ودراسات، يعني ما حاجه هلال مريخ. الحاجه دي يفترض انه والله يا اخي الدراسه بتقول انه لو حصل كده انت يا مواطن هتتضرر كده، هيحصل لك كده في اللونج تيرم، الايكولوجي هيتغير، الثروه السمكيه هتتغير، الامن الغذائي بتاعك هيكون مهدد. دي الدراسه، وانت معاه ولا ضد؟ دي الدراسه. لكن هي وين الدراسه ذاتها؟ ده السؤال المهم. الدراسة ما في، يعني الدراسة ما في، وده يعني شيء مؤسف، يعني انه ما يكون في دراسة. يعني احنا نتفاوض بس على مثلا الهايدرو، يعني انه في واحدين بيقولوا مفاوضات الخزانات انه بيخلينا نولد كهرباء زيادة، او ممكن اثيوبيا تدينا كهرباء. ففي الاخر يعني ممكن السؤال يطرح نفسه، هل ممكن انا اجيب الطاقة دي بطريقة ثانية؟ ممكن ده سؤال. نعم يعني ليه، يعني انا ليه بس يعني اربط يعني بسد النهضه عشان بيجيب لي شويه كهرباء، يجيب لي كهرباء، ولا حتى الكهرباء مثلا، حتى اذا اثيوبيا باعت لي كهرباء، هل هو السودان ذاته عنده الانفراستراكشر عشان ينقل الكهرباء من ما حلول قدرنا الاثيوبيا ننقل مثلا لمصر مع كلها؟ الخط بتاع مصر، مش كده؟ اي ده انا ما يعني، فانا بطرح السؤال هنا، لكن ده ما ليش نعم. ممكن اذا كان في جزء من الناس الكهرباء هنا يساعدونا مثلا لا قبل كده احنا استضفنا بروفيسور عبد الرحمن كرار في أي موضوع الكهرباء ايام الازمه الشديده، ويتكلم عن الموضوع ده انه احنا ما يعني في زول داير يديك بالجردل لكن انت ما عندك اكتر من فنجان، فما بتقدر تستحمل انت اصلا. صح الانفراستراكشر بتاعتك فيها مشكله، ما محدثه وما مواكبه وكده، وقليل الامداد. طيب السؤال الثاني، هل في اي كيسز سيميلر لحاجه زي دي؟ السد داير يقام بين دولتين وفي كونفليكت، وفي يعني هل في اي كيس، ولا الكيس بتاع ده يونيك واول واحد؟ لا لا لا، في الأنهار المشتركة دي في مناطق كثيرة جدا في العالم، ففي في الميكونغ، وفي برضو أفتكر في بين العراق وتأس في نهر الفرات الدجلة، ولا واحد منهم لغايته هو مشترك مع مثلا بينه وبين سوريا وتركيا برضو. هنا برضو يعني في اكزامبل كثيرة جدا، وفي يعني في 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 يعني في جزء من النهار المشترك تدير إدارة جيدة، وفي جزء منها برضو فيه مشاكل. نعم لكن طيب. برضو نعم في قانون دولي ينظم كيفية التعامل مع في الأنهار المشتركة في نعم القانون الدولي. طيب باشمهندس صوفي تفضل. السلام عليكم دكتور أنور وبروف أسعد، شكرا بروف على المحاضرة القيمة. أنا وفي خميس علي، محاضر في جامعة الفاشر. صوتي واضح يا دكتور؟ صوتك واضح إن شاء الله. طيب تمام. كلام جميل جدا يا دكتور يا بروف عن سد النهضة. عندي زي 3 أسئلة. أول سؤال، سد النهضة أخذ نقاش سياسي أو انفعالي في آخر السنين له، أو من ما بدأ الشغل بتاعه أكثر من نقاش فني في نظري أنا، أو ده الحاصل في الجو العام. يعني زي ما قال دكتور أنور، في جو جيوبوليتيك كده حاصل، والأحداث الأخيرة هسه في أثيوبيا برضه لها دور
في مستقبل السد في نظرنا نحن كسودانيين. مثلا انا الان في الفاجر، والفاجر او دارفور وجزء كبير جدا من كردفان اوف جريد، نحن في الشبكه مثلا الان احنا شيدنج سد النهضه وسد مروي وسد تعليه السد، او اذا سد النهضه بقى، وهل في احتمال انه السودان يكون كله اون جريد مثلا، او نستفيد الاستفاده زي ما قال افضل المتفائلين او اسوا المتشائمين ما كان متخيله؟ هل ممكن الكلام ده يحصل بكلام علمي او بكلام ما زي الشيء السياسي الحاصل او الشيء الجيوبوليتيك الحاصل؟ دي تساؤل تاني صغير سالته قبل كده لكبير المفاوضين وبرضه في احد الضيوف اللي استضفناه بموضوع السد. هل اذا السد ده حصل فيه انهار مثلا، انهيار وارد يعني اي منشأة فيها احتمال انهيار، لنفترض انهار لاي سبب من الاسباب بعد امتلاءه، هل نتوقع حلفه جديده؟ وشكرا جزيلا. كويس. فانت يعني النقطه الاولانيه بتقول ان النقاش في سد النهضه هو كان مثلا معظمه نقاش سياسي. فعلا يعني في نقاش سياسي، لانه المشكله انه يعني هو مشكله انه الخزان ده هو ذاته وسعته كبيره، وبدي اسيبه فرصه كثيره جدا على انها تتحكم في مياه النيل الازرق او مياه النيل عموما. فهو لازم يكون فيه الشق السياسي. فانت في الاخر عشان توقع اي اتفاق، فهو بيكون فيه اتفاق قانوني واتفاق فيه اشياء فنيه، لكن في الاخر لازم تكون في إرادة سياسية لتوقيع الاتفاق. حتى لو المشروع مثلا بيفيد حتى لو مشروع خليج من سد النهضة، حتى او في مشروع مشترك يفيد الدول الثلاثة، فلازم تكون في إرادة سياسية لتوقيع اي اتفاق. فلا في يعني في الانهار المشتركة لا يمكن يعني فصل المشاكل القانونية والفنية من الإرادة السياسية، لازم تكون في إرادة سياسية. بالنسبة لسؤالك بتاع إمكانية الاستفادة من سد النهضة مثلا في مد السودان بالكهرباء، يس يعني ده هو كلام ممكن. لازم يكون عندك أول حاجة نمبر 1 عندك أنت يكون في اتفاق واضح على كمية الكهرباء، هي كمية كم وسعر كم والاتفاق لكم لمدة سنة، عشان أنت بعد كده تقدر تبني الانفراستراكشر بتاعتك عشان انت تقدر تستفيد. فحتى الان في الاتفاقيه دي ما في حاجه واضحه بيقول والله انه بيقول والله يمكن اسيوب تمدنا بكهرباء، لكن هي كميتها كم وسعرها كم ما معروف. هل احنا برضو عندنا الانفراستراكشر؟ ما عندنا معروف. السؤال التالي بتاعك انا ما فهمت، ممكن تعيد السؤال على الانهيار؟ ما قدرت افهم. يعني لو انهار يعني انه الحتات اللي هتغرق يعني في السودان يعني هتكون في زي كانه حلفه زي ما حصلت الحلفه القديمه تم اغراقها في سد العالي في ما طبعا اي صبع صاحبي بيحصل غرق على حسب الخريطه، لكن في الاخر المويه دي eventually هتمشي مثلا للداون ستريم، هتمشي على مصر يعني. ففي الاخر ما هو طبعا انت هتغرق ب 10 و5 امتار و6 امتار و7 امتار، ده هيعمل يعني هيكون في فقدان كتير جدا للارواح، هيدمر معظم المدن وهيدمر معظم القرى على النيل الازرق وحتى على النيل الابيض. طيب يا دكتور، انت اسف في جامعات زي جامعه اوكلاند في نيوزيلاند ومحمد هنا باشمهندس محمد في جامعه مانشستر في انجلترا، عندكم الامكانيات، هل في امكانيه بتاعت عمل دراسه بتاع السيميوليشن انه والله يا اخي في حاله انهار مثلا السد ولا كده، زي الخريطه اللي عملتوها قبل شويه يعني انت وزملائك وعرضتها هنا ده، هل في امكانيه زي دي انه الناس تعمل سيميوليشن؟ صح، اي في 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 امكانيه يعني احنا ندعو انه للتنسيق بين الباحثين السودانيين في قضية سد النهضة، وبرضو احنا يعني نتمنى انه وزارة الري برضو يعني تتولى هذه المبادرة ويكون مثلا في فورم عشان نقدر يقدروا فيه والناس يتناقشوا.
يكون يعني في فورم يكون واضح وترانسبيرنت والناس تمشي يعني تتناقش نقاش فني. وبرضه المفروض احنا نعمل فورم بحيث انه الانسان العادي والانسان الشارع برضه يدلي به راي، لانه ايوه في الاخر هم لما استضيفنا كان هنا ده الكبير المفاوضين الدكتور، انا ما متذكر اسمه هسه، صالح حمد. صالح حمد، نعم. نعم. لما استضيفناه هنا كان هو جزء من الاوتريتش بتاعهم، عندهم بلان كان انه يصلوا للناس ويوروهم هم بعملوا في شنو واقفين وين، يعني جزء من بلان بتاعتهم. لكن ما اعتقد انه الناس ويل انفورمد، يعني اذا كان مجتمع الباحثين السودانيين ما انفورمد بصوره كويسه، ما اتوقع ان رجل الشارع العادي يكون عنده فكره على الحاصل ده. عشان برضو انا دي بس ذكرت قصه برضو طريفه جدا. فاحنا مره هنا عندنا كان جابي بروفيسور ناصر من جامعه لندن، وهو كان هو مستشار الحكومه البريطانيه في مجال الانفراستراكشر. فهو يعني كان بيحكي في دور الشارع او دور الانسان العادي في الموافقه على يعني كيف يعني الراي العام ممكن يشكل يعني كيف يعني المشروعات الهندسيه. فقال مثلا دارين يعملوا مثلا عندهم القطر مثلا في انجلترا بيمشي بسرعه معينه، فقالوا دارين يعملوا يعني يعملوا ابجريدنج للخطوط والقطار بحيث انه يمشي الرحله بتاعته في مسافه سريعه. فقاموا عملوا استطلاع مثلا للناس اللي بيركبوا القطر الصباح يعني يمشي بيه الشغل، قالوا انتوا رايكم شنو نعمل لكم مثلا الرحله تتم لكم في نص ساعه، نتم لكم في 10 او 15 دقيقه؟ قالوا لا لا ما داير انه. قال له انت ما دايرين ليه؟ قال له انا لما نحسن الرحله نص ساعه ولا 45 دقيقه، قال هو اول حاجه بيقعد وبيمرق اللاب توب بتاعه وبيقعد بيرد على الايميلات ويجيب قهوه بيشربها، وكان عنده بريكفاست كده معين مشي. فالنقطه الاساسيه داير اقولها دي واحد من المشاريع. فتاني برضه في حاجه ثانيه ذكرتها مره، انا مشيت زياره اندونيسيا، فهنا مشينا منطقه كده في براكين، فجزء من الكونفرنس يعني كان في رحله كده عن البراكين. فانت بتركب باص بتمشي لغايه منطقه معينه، بعدين بتركب فور ويل درايف زي لاند روفر، يعني فور يعني عنده الدفع الرباعي. فانا قلت بعين كده قلت بعدين تمشي لحته البراكين بالفور ويل درايف، فقلت هسه دي يمكن يجي هسه عينت كده ممكن يجي قلت بعد شويه يجي خبير من البنك الدولي يقول له لا 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 نبني لكم طريق هنا سريع. فانا قلت طبعا اذا جاء خبير هنا قال له نبني لكم هنا طريق سريع، فقلت يا اخي ده حيضر مش حيكون مفيد، حيضرر المنطقه دي، لانه مثلا الباص هنا يقيف ويمشي هناك مثلا يعني الناس السياح ولا الزوار مثلا بس يقف هناك مثلا عنده مطعم يعني يستفيد، ولا عنده مثلا تحف وحاجات يستفيد. وبرضه هنا في عربات كثيره بذات دفع رباعي، دي برضه الدخل بتاع المنطقه دي كله بيجي من انه الناس بيأجروا العربات بتاع الدفع الرباعي دي ويمشوا. فما هي ما معناتها اي حاجه الحل الامثل والحل الفيري تكنيكال هو ممكن الناس يتقبلوا. ففي حاجات تاني انه لازم عشان تعمل اي حل لازم برضو المواطن العادي يكون يعني اكسبتد، حتى لو انت جبت للروز رويس بتاع السوليوشن فلازم برضو الموافق يعني ذات هاف تو بي باي اوت من المواطن العادي. فانا لا ادري يعني انا لا طبعا مسافه طويله من السودان، لا ادري يعني كيف يعني ما هي آلية يعني ما هي الآلية بأنه حيث أن المواطن العادي يدلي برأيه وكذا. طبعا في مثلا هنا في مثلا في نيوزيلندا أو في البلاد المتقدمة طبعا إذا الحكومة مثلا دارت تقدم حاجة أو مثلا دارت تعمل مشروع لازم تكون في دراسات بيئية واجتماع، وأي واحد مثلا يقدم برأيه إذا أنت ما عجبك ممكن والله تسوي الحكومة للمحكمة. نعم انت انسان عادي ممكن تسوق المحكمه، انا اقول معترض تسوق الحكومه ذات المحكمه والمحكمه تفصل بيناتهم. نعم انا شفت قريت عن حركتين في اوروبا في مشاريع البنيه التحتيه، يعني حركات جماهيريه زي الحركه بتاعت بلاك لايف ماترز وهاشتاج مي تو كده. في حركه اسمها نيمبي نوت ان ماي باك يارد، يعني لما تقدر تعمل اي مشروع شارع ولا بتاع اي شاقله حله تقول للناس عودكم يقول لك لا لا نوت ان ماي باك يارد، المشروع جميل لكن ما تعملوا عندنا هنا. صح. في حركه ثانيه برضو اسمها ويمبي ويلكم تو ماي باك يارد،
ده الناس بيفتكروا انه والله يا اخي مثلا لو في دفني مخلفات نوويه من المحطه بتاعت الكهرباء، بيفتكروا انه والله يا اخي دي ما عملناها نحن، فدي مسؤوليتنا نحن انه تتدفن في حتتنا، يعني ما نمشي هاي نوديها دوله افريقيه مسكينه ولا بتاعنا فينا هناك نجيب لنا سرطانات واحنا لسه بتاعنا بالكهرباء يعني. ففي حركات زي دي يعني عشان اوريك المجتمع المدني موجود ومتحرك وبيمثل الناس وبيمثل مصالحهم. دي حاجه انا ما شايفها، يعني ما شايف لاي مجموعه اسي سيفل سوسايتي وحقيقيه بتمثل ناس المواطنين، شايفين انه احنا بس حكومه ووفود بتاعت مفاوضات وكلام في الاعلام، ما اي ما شايفين برضو بقدر اقول انه برضه في الجرين موفمنت، برضه نعم. الجرين موفمنت انا ما اعرف اذا ترجمته في العربي كيف، يعني لا لا، ما جرين هي موفمنت المجتمع الاخضر ده يعني ناس حزب المجتمع الاخضر الخضر. ده برضه في الجرين موفمنت برضه هي يعني برضه هم ده الهم بتاعهم بانه يحموا البيئه او كده. احنا في السودان حتى احنا يعني ما عندنا فهم اننا كيف نحمي البيئه او نحمي الغابات ولا نحمي مثلا الاسماك ولا والتنوع الايكولوجي، كنا ما عندنا فهم زي ده. لا نحن طبعا في لسه في حماية الإنسان ذاته عبر الرغيف والبنزين هاي والكهرباء. نعم. فطيب باشمهندس عمار صديق، تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سعد، سلام. سعدنا يا أخي بصراحة المحاضرة واستمتعنا، تو المجموعة الطيبة. بس أنا يعني بتساءل إنه إحنا يعني سد هو السد العالي كان في يعني القاسم المشترك بين السدين دي، لانه الاثنين في اراضي سودانيه زي ما بقول احتمال، لكن او شوي قريبين من اراضي سودانيه، لكن احنا السد العالي تضررنا منه حضاره كامله يعني انغمرت بسببه، وهسه السد النهضه برضه احتمال الحضاره الباقيه تنجرف برضه، فكون احنا لا استفدنا من وجودنا خلف السد ولا من امام السد الثاني يعني. فما عارف الضرر الاكبر يعني هسه يعني سد النهضه ده هو خلاص بقى امر واقع، هل يعني الناس برضه ممكن يعني تخفف الاضرار دي مثلا المتوقعه دي ولا تعمل شنو يعني؟ هو بعد نبدا ليه احنا ما حي الاعتراضات ما اعتقد بعد ده ما بتكون، ان كانت هسه انا ما بتذكر انه يعني يمكن الميديا اثرت كبيرا في القضيه بتاع سد النهضه دي، لكن في السد العالي احنا بس فتحنا كده ولقيناه السد قايم خلاص، ما في زول اظن قال كلمه ذاته ولا في زول يعني. فاول النظام الحاكم كان عنده تاثير في الحته دي ذاته، والميديا ما كانت بالشكل الكبير، لكن احنا بس هل صراخ الاخوه المصريين خلانا يعني يعني برانا كده في النهايه انتبهنا للحته دي، ولا احنا ممكن برضه نقول يا اخي الله السد ده برضه في مكاسب ممكن الناس تستفيد منها، يعني تنظم جريان النهر ده يعني انت كنت قبل ذكرت انه الهدام ده انا بفتكر انه النهر ده لو انتظم في جريان الهدام ذاته بقل يعني يعني ما اعرف انتم ناس يمكن معلوماتكم علميه اكثر مننا، احنا ما ناس هنا، لكن هل لانه سنويا هسه بالفيضانات دي في مساحات كبيره جدا جدا بتتاكل من النيل الازرق، وانا مشيت شفتها بنفسي يعني في مزارع كبيره يعني كانت في البحر خلاص لقيت ما موجوده الان تمام. فما اعرف هل احنا ممكن نشوف بعد ذاك امكانيات انه نلحق شنو ولا كيف؟ الله يبارك فيك. شكرا الاخ عمار على الاسئله. اول حاجه انه دايرين نقول والله في فرق بين سد النهضه ولا يعني على حسب الاثر يعني الاثر بتاع سد النهضه والسد العالي. سد العالي اي نعم ده يعني غرق جزء من الـ من الـ من البحيره بتاعت الخزان في الحدود السودانيه، وبعد يعني للاسف برضه هو غرق يعني جزء من حضارتنا. لكن سد النهضه ده هنا بعدين يعني السد العالي هو بيمسك مصر وبنظم المويه بس لمصر، لكن هنا سد النهضه لانه هو موجود يعني فوقنا من هنا في الاب ستريم، فهو اي احنا اي فائده واي ضرر بيجينا بيعتمد برضه يعني الفاكتور الكبير بيكون كيف هم بشغلوا الخزان بتاعه. نعم. فبرضه لازم تكون في اتفاقيه واضحه لتشغيل الخزان،
ولتبادل المعلومات، لأنه مثلا إذا أنت شفت الحادثة مثلا بتاعت إنه مياه الشرب كلها، مياه المحطات بتاعت الشرب مشت من ال... من ال... يعني خرجت من الخدمة، وبرضه في الاتهامات بتاعت الفيضان، هذا يوري إنه ما في تبادل بتاع معلومات وما في تنزيل. طيب أنت إذا أنت عشان أنت تستفيد من الفوائد، أنت لازم تعرف الحاجة جاياك، كمية الموية جاياك كميتها كم ومتين، عشان أنت تعرف كيف تشتغل. فإذا أنت ما عارف جاياك متين وما عارف كميتها كم، أنت هتستفيد منها كيف؟ كيف تستفيد من هاي إنسات ما عارف كمية. تاني المشكلة بتاعت الهدام، لا أول حاجة هو حيزيد بال... هو يعني حسب اعتقادي وحسب التقييم بتاعي إنه حيزيد من الهدام، لأنه يعني بدل أنت تجيك موية فيها سيديمنتس، الموية النظيفة دي بتحب الطوال، بتهدم لك طوال، بتحب ال... بتحب النحت، لأنه هي موية نظيفة. نعم نعم، هي دي معلومة فنية. ثاني بتعرض لنقطة إنه بتقول إنه السد واقع. أول حاجة السد ما يكتمل، السد بناؤه ما يكتمل لسه، هو لسه يعني لسه. هل ممكن انه في طرق حياه كثيره ممكن نعملها، ممكن هل تكون في طريقه ان نعدل شويه من التصميم بتاعه؟ بيكون يعني احتمال فيري ليميتد، لكن برضو في ممكن تعمل اتفاق ثاني بحيث انك مثلا يشغلوه بمناسيب اقل، بحيث انه يقلل الضرر على السودان، وبرضو يعني يقلل من فتره الملء يعني. او ممكن برضو يعملوا يعني يحاولوا يشوفوا كيف انه يعني يديروا بحيث انه يعني يتلافى بعض من الاثار السالبه. هو هيكون في اثار سالبه قدر ما انت عملت في الاداره، هيكون في اثار سالبه. نعم. التزم مدن يعني، لانه ما خلاص اي انت عملت اي دام في اي حته بيكون عنده اثار سالبه، يعني حتى لو انت غيرت وعدلت برضو بيكون. لكن انت بتحاول على الاقل يعني تحاول تخفف، لكن درجة التخفيف كيف؟ لأنه ده سد كبير، كل ما يكون السد تغير كل ما أنت ممكن عندك التخفيف بتاعت الحدة بتاعت آثاره السالبة، ممكن أنت ممكن يكون control it better، لكن هو ما يكون سد كبير يعني هتعمل. طيب أنت دكتور، أنت كان في معرض البرزنتيشن تكلمت عنه سد oversized يعني. yes. ليه الناس بتعمل سد أضخم مما هو مطلوب؟ ليه؟ ما هو ده السؤال اللي بيصير. هل يعني هو هل يعني ممكن واحد يقول منطقي أنت تعمل سد أوفر سايز، معناته هل أنت عندك نوايا تانية؟ هل أنت قدرت تتحكم بس في الجرائم بتاع النار؟ يعني أنت ممكن تنقص السعة ب40% ولا حاجة، وتنقص الكهرباء بتاعتك ب10%. هذه حاجة غريبة. برضو في احتمال تاني، ليه انت تعمل خزان واحد كبير؟ ممكن تعمل عدد من الخزانات الصغيرة، وانت عندك يعني الطاقة الكهربائية يعني بيعتمد على حاجتين، على ارتفاع الموية وكمية الموية، كمية الموية اللي بتمشي في التوربينات. انت لما تعمل مثلا تعمل زي السلم، يعني موية جاية في السلم تعمل هنا التوربينة بتمشي، نفس الموية بتمشي تاني تحت، بتمشي تحت. فهي انت ممكن بنفس بكميه اقل من المويه، اذا عملت كاسكيد برضو ممكن، يعني اذا عملت عدد من الخزانات ماشيه مع بعض بنفس المويه دي، انت ممكن تولد كهرباء اكثر. هل في اي دراسه بتشكك في القصه دي؟ يعني دراسه محايده، لانه ممكن يكون والله يا اخي الحرب القادمه ما هي حرب المياه، كل الناس الناس اللي تون الامن الناشونال سيكيورتي وكذا كلهم بيتكلموا عنه حرب مياه، فهل ممكن يكون في والله اخي زول want to seize control over المويه دي، انه والله اخي انا تكتر معي تقلل معي بك في منك البلف فخليك تبرع شبك كده؟ يعني في دراسه زي دي؟ طبعا خزانه ده بيجي زي انت عندك شنو، زي ما انت زي يعني الماسوره في بيتك لكن البلف في بيت جارك. نعم to some extent، ما 100%، لانه هو اذا دار برضه يولد كهرباء لازم يفتح مويه في التوربينات، لكن ممكن يفتحها على حسب الطلب بتاعه. مثلا الليله طلب في الطلب بتاع كهرباء كثير افتح مويه كثيره، بكره ما في طلب كثير افيك مويه بسيطه.
وانت طيب. ما في ايوه تفضل. لكن طبعا هو احنا ما دارين نمشي نقول كونسبيرسي وما كونسبيرسي، فهنا لازم يعني نتعامل مع مع الوضع بطريقه منطقيه. فانت لازم تشوف مثلا يعني هو سد النهضه ده ذاته اتبنى كيف، يعني الفكره بتاعته جات كيف. انت لازم برضو يكون عند ناس استراتيجيين يدرسوا هو يعني كيف الناس عملوا يعني وتاريخيا يعني زي ما تقدم في عدد من السيمينارات السابقه انه هو يعني مقترح قديم ما جديد. آه. يعني موجود من ايام الاستعمار الايطالي تقريبا اللي كان جزئيا في اثيوبيا واريتريا وكذا، وبس ما تنفذ يعني حصل له ريفايفل. واعتقد انه جزء من الفكره بتاعته انه يكونوا وحده وطنيه خلف مشروع قومي كبير زي ما السد العالي. ايوه كده. صح. فهو ده برضه فيه جزء سياسه داخليه، فيجي لما نعمله مثلا يعني مشروع قومي زي ده فده حيوحد لانه برضه اثيوبيا زي السودان عندها تنوع عرقي وثقافي وديانات مختلفه وقبائل مختلفه، وبرضه ده حاجه حتجمعهم، فبقى يعني زي انه سيمبل. ايوه نعم سورس اوف برايد. ايوه يعني فبرضه لازم تشوف الحاجه الداخليه الحاصله فيهم، فهم يعني برضو ما ممكن يتراجعوا بسهولة. ما أظن أن أسيوبة حتتراجع بسهولة. قلتوا إحنا غرقانين. طيب باشمهندس محمد بشير اتفضل يا محمد، أنت من الناس اللي عندك إسهامات كبيرة جدا في الموضوع، أريد تعرف نفسك وتفضل. السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور أنور على الفرصة، وله زمن طويل ما شارك معك في المجموعة. شكرا دكتور أسعد على البرزنتيشن المميز جدا، يعني صراحه استمتعت به جدا لانه بيعرض الجانبين من الـ من الـ من المشكله. يعني انا محمد ادم بكر محمد بشير نقوله هنا، طالب دكتوراه في جامعه مانشستر في المملكه المتحده، شغال على الدكتوراه بتاعتي على الاداره بتاع مياه النيل والاقتصاديات اللي عندها علاقه بالموضوع، شغال على موضوع صد النهضه يمكن كان بتاع 10 سنوات الآن مما بديت، أو من 10 إلى 8 سنوات مما بديت أعمل عليه الشغل. يعني يمكن عايز أبدأ من النقطة الأخيرة ذكرها دكتور رزع بتاعة الpublic engagement في المسألة بتاع decision making. أنا عادة بحاول أبعد من النقاط السياسية في النقاشات بتاعتي، لكن يمكن كده بس حاجة واحدة بس أذكرها، إنه أنا خلال الشهر الفات كان في 2 ايفنتس عاملينها السفارة الإثيوبية في بريطانيا، جايبين فيها مفاوضين بتاع إنهم في قضية صد النهضة، وبيدعوا مش بيدعوا الإثيوبيين، بيدعوا الباحثين في بريطانيا كلهم بيشتغلوا في مجال صد النهضة، عايزين يدوهم وجهة نظرهم شنو في المفاوضات عشان تجاذر السبورت مش جس من الإثيوبيين، من كل الناس الشغالين في هنا. وأنا أموير إنه في ايفنتس زي دي كثير هم بيعملوها في كل الدول. يعني فأنا تخيلتنا في السودان شوية لكن behind في مسألة الـ engagement بتاعت الباحثين والpublic وكده، فأعتقد دي حاجة مفروض نأخذها في الاعتبار. يعني يمكن من النقاط اللي ذكرها دكتور رزعت هي المسألة بتاعت الـ flood control اللي هي تقليل الفيضان، كلها شفنا الفيضان اللي حصل السنة دي في السودان. يعني ويمكن من الحاجات اللي طلعت وقتها إنه صد النهضة كان واحد من الأسباب بتاعت الفيضان، ودي طبعاً هندسياً ما صحيحة، يعني لأنه الحصل إنه السنة دي زي جمع حكاية بتاعت 5 مليار متر مكعب، وبعدها باقي الموية كلها طالعة بحتة بسموها اللو بلوك سبيلوي، الموية كلها طالعة بفوق لها، وتاني ما يكون عنده أثر. يعني فديك أنا كنت مستغرب جداً بشوف في الأخبار الحياة دي. يعني وبعض الناس بدوا يتكلموا عنه برضو، السد العالي هو السبب، قفلوا الأبواب هناك والمية جات impossible يعني. فدي هنا يمكن من الحاجات اللي أنا اشتغلت عليها خلال السنوات الفاتت، إنه أعمل نموذج يومي لحوض النيل الشرقي بحيث إنه أقدر أعاين الديناميكس اليومية. فبعد ما عملت النموذج اليومي ده وعملت له معاير وكده دخلت فيه صد النهضة، وبعدها قمت زودت النموذج اليومي ده بسموها هيدرولوجيك سيكوينسز، كم 30 مدخل بتاع جريان، يعني السيناريوز بتاع جريان للنهر. وبعدها بقيت عاين للووتر ليفلز على نقاط كثيره، لكن بس ممكن اذكر منها محطه الخرطوم. ف
فلقيت انه فلو عيننا للسيستم من غير صب النهضه بنلاقي انه اذا في فتره بتاع 30 سنه 6% من الايام في فتره بتاع 30 سنه المستوى بتاع محطه الخرطوم بيتجاوز المستوى اللي بيسموه الفلط الفلط الارت ليفل، مستوى انذار الفيضانات دي بتاع الوزاره اللي هو 378 متر. ده بعد صد النهضه البرسنتج دي بتنزل لاقل من 2%. دي طبعا ابسط حاجه كويسه يعني كليرلي يعني، لكن مهم جدا نفهم انه الفيضانات ما حتنتهي، حتقل، حتبقى احتمال الحدوث بتاعها منخفض، لكن بيحصل ليه؟ لانه بيجي وقت الصد النهضه زي ما قال لك تراجع الصد النهضه بيكون مليان وبيجيك فلود ايفنت، فلازم المويه تيجي طالعه وتيجي السودان يعني، والسودان ما عندنا سدود كبيره بحيث انه نستوعب كميه المويه دي. طبعا الفيضان ده هو الان بيحصل، الناس بتتكلم عن انه اوكي دي اكيد دي بوزيتيف، وانا اتفق مع انه دي بوزيتيف، لكن المشكله مع الزمن لما تبقى الحدوث بتاع الفيضانات بفريكونسي منخفضه الناس بتبقى كومبليسنت، فبعد ذاك ما بكون منتبهين للنايف الفلود ممكن يكون الامباكت بتاعه اعلى، فلازم الناس تنتبه لانه تعديل التشغيل بتاع السدود بتاعنا في السودان وكده يكون ياخذ الحاجه دي في الاعتبار. يمكن من الحاجتين ثاني عايز اذكرهم من الدراسات اللي شغالين عليها حاليا، في واحده شغالين فيها مع جامعه يونيفرسيتي كوليدج لندن، هم في ناس اقتصاديين هناك، فعملنا دراسه لانه التحسن في توليد الكهرباء في السودان والتحسن في الامداد المائي في الزراعه في السودان بسبب صدمه النهضه ده الناتج بتاعه، ده الاثر بتاعه الاقتصاد على السودان شنو. فلما عملنا سيميوليشن في فتره بتاعت 30 سنه لقينا انه في المتوسط ده بزيد الجي دي بي بتاع السودان ب 5 مليار دولار في فتره بتاعت 30 سنه الجايه، فده اوبسلي يعني بوزيتيف امباكت. عملنا شغل تاني برضو مع جامعة هومبولت في برلين، برضو هناك في اقتصاديين ممتازين جدا، وعاينا لأنه إذا السودان بدأ يستفيد من التنظيم بتاع الجريان بتاع النهر، وقام نفذ المشاريع بتاعت النيل الأزرق اللي هي حكاية بتاعت مليون هكتار في النيل الأزرق في السودان، دي ممكن تدخل على السودان 27 مليون بليار دولار في 30 سنة الجاية. طبعا ما حاسبين معها الانفستمنت كوست، لكن في انفستمنت كوست ممكن نقول يعني دي بوزيتيف امباكتس، لكن دي برضه ما بتعني ان احنا ننسى النيجاتيف امباكتس تماما، يعني انفايرمنتال امباكتس اللي هي عاده بتكون عندها اثار طويله المدى يعني، دي حاجات لازم برضه ناخذها في الاعتبار. يمكن السؤال اللي انا عايز اوجهه للدكتور سعد هنا، صد النهضه ماشي ونحن والناس شغاله تتفاوض يعني، فاحيانا بيبدو للزول انه المفاوضات دي ما في يعني ما ماشيه لنهايه يعني، لانه احنا من سنه 2011 الناس بتتفاوض يعني، ان احنا في السودان نعمل شنو الان يعني؟ يعني اذا ما وصلنا لاتفاق يعني والجسد ماشي الحل شنو عندنا؟ شكرا جزيلا. يعني شكرا لاخ محمد بشير، يعني ده زي ما يقولوا عليه ده سؤال المليون دولار يعني. احنا هنعمل شنو؟ فطبعا ده سؤال مهم يعني، الظاهر على انه طبعا انت اذا كان يعني انت بتاخذ الماضي كبريدكتور يعني انت بتاخذ الماضي عشان تتنبأ له للمستقبل، فيعني الكونكلوجن واضحه جدا انه ما حيكون في اتفاق، يعني انت بتفاوض لك 11 سنه ولا كم 10 سنين من هذا السنه وما في اتفاق، فهتغير شنو عشان يحصل اتفاق؟ فما اظن هيحصل اتفاق، لانه زي ما قال الأخ دكتور أنور إنه ده يعني فيه جزء الشق بتاع سياسة داخلية في أثيوبيا، إحنا هنعمل وهنتحكم في الموية ولا موية مويتنا ولا، المهم عندهم هم سياسة داخلية، هم ما دارين يعملوا حاجة ملزمة إنه يقولوا والله يعني في الشهر الفلاني بنفك الموية بكمية معينة، هنا ما دارين يعني ما دارين حاجة بحيث إنهم تجيف في يعني تجف في طريق انه يعملوا مشاريع ثانيه في اثيوبيا، مثلا ما ممكن يعملوا برضه مشاريع ثانيه في انهار عطبرة مثلا، لانه مثلا على حسب يعني واحد من المعلومات قال لي احد الاخوه ممكن ستكيزي ذاته ممكن يعني في مناطق بتاع الزراعيه على حسب الحدود السوداني ممكن ستكيزي ده برضه
يستفيد منها. برضو ممكن هم عندهم فكرة تانية بتاعت خزانات تانية أبستريم لسد النهضة. فأنت بتشوف المشكلة دي فيها شق سياسي طبعا، شق سياسي جوا في أثيوبيا، وفيها شق تاني إنه ما دار يجيب لأي اتفاقية بحيث إنه يعني تغيده أو تغيده بحيث إنه يعمل مشاريع زيادة. وطبعا دي من إذا أنت يعني بس حاولت إنك يعني تعاين لمصالحك يعني ده كلام صحيح، لكن النقطة الأساسية إنه نهر النيل الأزرق ولا نهر النيل ذاته ونهر يعني مشترك، فما يعني عشان أنت تقول والله أنا دولة المنبع بس أنا خلاص يعني أشيل أي حاجة وما أخلي حاجة للناس التانيين، أو أنا مثلا يعني أقوم أعمل خزانات وأشغله بالطريقة اللي أنا تعجبني، طبعا ده كلام مخالف للقانون الدولي. فإنه السودان يعمل شنو؟ فده لازم أول حاجة تكون فيه، لأنه في اتفاق أظن سنة 2015 إذا عمل اتفاق المبادئ، فده برضو دار معالجة قانونية. ففي اتفاق المبادئ أصلاً فيها شروط وفيها جزء من فيها جزء إنه يعملوا دراسات. هل ممكن السودان ينسحب من اتفاق المبادئ؟ حتى لو ينسحب اتفاق المبادئ برضو هي أثيوبيا ماشة أو تبني، فهو ده داير تصعيد مثلاً. ممكن والله ما أعرف الطرق السلمية المتاحة إنه تحاول تجيب وسطة، أو تحاول مثلا برضو تجيب مثلا يعني زي ما حصل لأنه تعمل سكريشنج للمتر في الأمم المتحدة. يعني دي يعني الحل السلمي هو الحل الأمثل، يعني لأنه هو الوضع ذاته مشحون، فأنت ما دار تعمل حاجة ثانية عشان تشحنه زيادة، زي تصريحات اللي كان في تصريحات من الرئيس بتاع أمريكا. هذه طبعا الأثيوبيين ما رضوا بها، لكن هو لمع. لكن في الآخر إذا أنت يعني إذا أنت بتبني في السد، وإذا كان مثلا السد ده عنده ضرر كبير جدا على الداون ستريم، هم ما قادرين يعني ينظموا الخزانات بتاعتهم أو عمل لهم مثلا مجاعة مائية زي ما يقولوا مثلا في السد العالي، طيب هم هيعمل شنو يعني زي يعني؟ فهما هيمشوا في طريق السلام 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 المساهمات السلمية، but they will be some يعني على أساس تقييمي they will be some point where they will say okay no more negotiation no يعني زي ما حتى اسمه شنو الوفد السوداني انسحب من المفاوضات، انسحب يعني حديثا من المفاوضات. لكن أنا ما أعرف هو يعني هيعمل شنو يعني زي ريسبيريتي اللي يقدو يعني حشني يعني بعدين لا ما أعرف يعني تمشي تحارب ولا يعني أنا لا أدعو إلى الحرب، لكن أنت هتعمل شنو؟ هو يبني وهو ماشي وهو ما دار يعمل معك اتفاق، أنت هتعمل شنو في الآخر؟ أنت لازم يعني تكثف من المجهودات السلمية ومثلا يعني الاتصالات السياسية بحيث إنه يعني في الآخر يعني إنك يعني تتصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف. لكن في الآخر أي اتفاق مرضي للأطراف ما يعني ما يعني أنت لازم أي حاجة زيها، يعني عشان أنت تصل اتفاق لازم everybody has to win something، ما ممكن واحد مثلا يتحمل الخسارة كلها وهو واحد يشيل الربح كله. فلازم أي حاجة يعني لازم they have to be win for everyone عشان أنت تعمل اتفاق، عشان الناس يعني تعمل اتفاق عشان يكون مرضي للناس كله. لكن ما ممكن تعمل اتفاق انه مثلا يكون واحد ربحان واحد خسران، ده ما بينفع، ده اصلا ده هيعمل مشاكل اللي قدام. وبرضه اذا الناس بيقولوا مثلا حيكون في حرب مياه وبتاع، برضه ده برضه حل، ده ما حل. لكن في حلول ثانيه، مثلا بدل انت بس تنظر لمشكله المياه بس، برضو انت ممكن يعني تمر تو لوك مور هوليستيك على انك يعني تعمل تكامل اقتصادي او اتحاد اقتصادي بين الدول الثلاثه، او زياده على دول افريقيه ثانيه. فهو ده ممكن يكون حل بحيث انه يعني يحد من 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 كميه النزاعات بين الدول الثلاثه. نعم. طيب هارون رافع يده، انا بعمل لك اميوت، اعمل اميوت لنفسك لو سمحت. تفضل، عرفت تعرف نفسك.
شكرا دكتور أنور، شكرا دكتور أسعد، وشكرا يعني على المحاضرة القيمة دي. حقيقة أنا هارون عبد الله أصرم، مواطن سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية. أنا المداخلة بتاعي دكتور أسعد، يعني بصراحة نحن موضوع السدود يعني في السودان ما استفدنا شيء، ويبدو انه هنخرج من المولد بدون حمص زي ما ناس اخواننا بيقولوا، لانه احنا كده نشوف تجربه بتاع السد العالي. السد العالي المصريين وعدونا بالمن والسلوى، وفي الاخر احنا لقينا شنو كده من السد العالي غير التحجير اللي خليك من المسائل الانسانيه، الثقافة اللي اندسرت واتغمرت وكده، حتى الكهرباء اللي وعدونا بها ليه تاريخ الليلة ما حصلناها، شوية دولارات في الوقت داك مع الأسف برضو ما كلها وفوا به. يعني ده واحد. الشيء الثاني الآن سد النهضة، يعني أنا حضرت محاضرات قيمة جدا جدا من أخونا الدكتور سلمان محمد سلمان معكم في الولايات المتحدة الأمريكية، رجل قانوني وخبير دراسات المائية في الأمم المتحدة، رأيه كان واضح شديد جدا جدا. حضرت أحمد المفتي وهو كان رجل مفاوض في الاتفاقية بتاع سد النهضة، حتى قدم استغالته احتياجا على وطنيته في بعض المسائل الغير القانونية الغير المنطقية في نفس الوقت. في دراسات كثيرة جدا جدا قالت في الكلام دي، وفي علماء كثير جدا يعني قالوا في الموضوع ده، من ضمن الدكتور أسعد الآن حق حسي قالوا لنا. أنا التخوف بتاعي يعني السودان ده هسي بيجي بين مطرقة والسندال. صد النهضة إن شئنا أبينا ماشي، كم اتفقنا معه أو ما اتفقنا معه هو أصلا ماشي. الوفد المفاوض السوداني في حد ذاته، أنا بغض النظر أنه الحكومات الموجودة منه، أنا داري يكون في وفد مفاوض واحد، حتى لو الحكومات سين حكومة تغيرت الوفد المفاوض يكون مستل لآخر لحظة يصل الاتفاق، يكون وفد المفاوض ده يفاوض من وطنيته ومن مداركه هو العارفه والعايشه، يعني تناقش الناس بس على علمية. حتى الآن أنا هنا الشيء اللي بفتكر إنه إذا الوفد السوداني ما قدر يصل لاتفاق في خليك من المسائل الإنشائية والإدراسات الصابغة في التشغيل الصد في حد ذاته، أصل الأسوبيين الآن بيقول يا أخي مثلا التشغيل ده مثلا أمن قومي، ما عندكم دخل يعني إحنا بنشغله كيف؟ ده معضلة كبيرة جدا جدا. يعني إحنا مثلا لو دكتور أسعد، أنا بقول الكلام ده للأخ دكتور أسعد، مثلا إذا افترضنا جدلا افتراضيات سد النهضة ما عندنا فيه الأوبريشن، خلينا لحاله يشغل زي ما داير، المصريين بغادي مثلا قفلوا السد والأسوبيين فتحوا السد في عصنا الفيضانات، نروحوا فين؟ أكيد حتمنا نغرق. أنا هنا ده إذا كان الأوامل الطبيعية زي الزلازل والبراكين ده أنا هنا سلم أمره لله حصل ما في مشكلة، لكن المسائل الأوبريشن ده الآن مهم جدا جدا. والشيء الثاني المسألة بتاع الوفد المفاوض بالنسبه لنا في السودان برضو، هل تعلموا انه في 12 اجتماع عقد بين جمهوريه مصر العربيه واثيوبيا سواء كان في القاهره او في اديس ابابا وكان السودان غايب؟ المصريين بيدعوا انه احنا يا اثيوبيا تعالي نتفاوض انت وانا بمنع عن السودان، والكلام ده احنا ما قلناه. احنا جو وفد الاثيوبي يا قالوا اخونا انا هنا والله اخذنا 12 اجتماع وشغل بتاع مخابرات شغل طبعا، وفد السوداني كان غايب، قالوا شنو في ال 12 اجتماع ده ما معروف. كويس، ده واحد من الاشكاليات. انا هنا يا اخونا والله مشكلتنا مشكله كبيره جدا جدا، المساله ده حيظهر نتائجه بعد مثلا 20-30 او 20-40، الان ما ممكن ما يظهر. الناس بيقولوا يا اخونا البنفيت بتاع الكهرباء وما اعرف الفوائد اللي بيتكلموا عنها والزراعة بنزرع 3 مواسم، يا أخي نحن السودان ذلك الله يا أخوانا كموضوع مشكلتنا مشكلة الزراعة، نحن ما عندنا أراضي شاسعة ما مزروع أصلا، مشكلتنا ما مشكلة أنه
ما عندنا يعني حاجه نزرع ما لاقين ارض ما من نزرع يا اخوانا. مثلا انه احنا نزرع ثلاثه مواسم دي دخلوها لانه احنا عندنا بدائل الان الارض الموجوده ما فقد نزرع. ليه دي تقول لي يخليه يقوم السد عشان نقوم نزرع ثلاثه مواسم؟ انا يعني كتر خيركم مبارك الله فيكم، لكن المساله دي بحتاج لدراسات عميقه ووفد المفاوض يكون يعني وفد مفاوض قوي يعني وقيف للوطنيه بتاعه. ونحن السد احنا قلنا المشاكل بتاعه هنجنيه اجال هيجنيه اجالنا في بعد. وشكرا بارك الله فيكم. شكرا للاخ على الاخ هارون على اللي اسمه على الملاحظات الغيمه. ففعلا طبعا هو طبعا اذا مثلا اثيوبيا انفردت بتشغيل السد زي ما قلت هي هتشغل بالطريقه المناسبه لها يعني عشان تجني اكبر فائده له. فده ممكن برضو هو في الاخر حتجي مويه، لكن تجي مويه مثلا يعني اذا انت مثلا عملت مثلا سوق الكهرباء ممكن يكون زي سوق المويه. سوق الكهرباء ممكن يكون زي سوق الاوراق الماليه مثلا، يطلع ينزل يطلع ينزل يطلع ينزل. فانت عشان تدخل خزانات التراث ما بتستحمل انه الليله تجيك مويه كثير والليله مويه شويه واليوم اللي بعده مويه كثيره والمويه اللي بعده يومين ثاني مويه قليله. فلازم يكون في يعني يكون في حل للمشكله دي. فطبعا هو طبعا اثيوبيا ماشيه تبني واحنا ما عندنا، احنا بقينا زي ما عندنا ما باب اليد حيله يعني في الاخر هنا يعني في الاخر انت يعني ما عندك حل الا انت تصعيد الموضوع لاعلى يعني تمشي المجلس الامن ولا تمشي تحاول تجيب زي ما حصل الوفد الان بيحاول يجيب مثلا وساطه افريقيه. وفعلا مثلا الوزير بتاع الري قال انه ما ممكن المفاوضات دي تستمر بالطريقه دي. فهو طبعا ده كلام منطقي، ما ممكن انت تستمر تمشي بنفس الطريقه. فهو النقطه الاساسيه لازم تكون في نقطه بتاع يعني تحويل للسياسه اللي احنا شغالين بها في التفاوض دي. بعدين تتعامل كيف والهناي ده بعدين ده طبعا ده يعني في حاجات يعني احنا ما لا ندري انه مثلا الوفد المفاوض هو يعني يمكن في حاجات احنا لا ندري بها يعني، فيمكن في حاجات يعني دليكت ما بيقدروا بيقولها للناس كلهم يعني. فهو ده يعني ده النقطه بتاع التحول. احنا نجيب نقطه بتاع التحول كيف؟ فالنقطه بتاع التحول الا تجيب ضغط سياسي من دول ثانيه يعني، تحاول تشوف مثلا الشغال الفارغه تشوف سبورت منهم، تحاول مثلا تشوف الدول الثانيه اللي ممكن يكون عندها انفلونس على اثيوبيا. دي يعني دي طريقه ثانيه، طريقه سياسيه، فانه تحاول تجيبهم يتوسطوا بحيث انك تصل لاتفاق. فتاني النقطه المهمه انه يعني مثلا انت قلت مثلا السد العالي، اذا قفل السد العالي ده ما هيأثر في الفيضانات كثير في السودان. احنا هو فتح السد النهضه بطريقه غير منظمه هو ممكن يؤدي لك يعني الى بعض الفيضانات، ما هو قفل السد العالي. لكن انت برضو ذكرت نقطه مهمه انه مثلا الاثار واحنا ما استفدنا وكده. فاحنا برضو ماشيين في نفس يعني انت لما تقول احنا في اثار وناس مثلا في ناس رحلون وخلافه، هل كان في الزمن ذاك ما كان برضو في حكومه عسكريه الزمن ذاك؟ هل كان انه هل الناس كان في يعني خيرون؟ هل استشارون في موضوع الاتفاق مع مصر؟ ده برضو سؤال مثلا للتاريخين، الناس اللي يعرفوا التاريخ ممكن يعني يورونا اليوم. فبالنسبة لسد النهضة فلازم يكون في اتفاق ملزم. إذا أنت مثلا دار تعمل اتفاقية بتاع كهرباء لازم تكون في اتفاقية بتاع ملزمة، اتفاقية بتاع تشغيل ملزمة. فإذا ما حصلت الحاجات دي يعني في سيناريو واحد أنت في الآخر يعني زي ما يقولوا يعني هو بنى وحيزد لك الطين بلة في السودان زي ما يقولوا. دي نقطة لازم الناس ينتبهوا لها يعني. هو السد افتكر هي السد المفاوض يدري الوفد المفاوض يدري بذلك، لكن المشكلة كيف انت تحول مجرى المفاوضات. هل مثلا بس يعني
هل يعني مثلا في اقتراح ممكن يا اخي ممكن السد المفاوضه برضه يدخلوا فيه برضه ناس سياسيين ذو براعه يعني في تحقيق الاتفاقات، يعني ما شرط انا مثلا مثلا تكنيكال، ما شرط انا اكون مثلا the best person to lead the negotiation. في ناس ثاني عندهم برضو يعني بيرسوناليتي، في ناس عندهم مثلا الشخصيه والاسلوب بحيث انه يعملوا اتفاق، لكن ما شرط انه يعني بس انه يكون بس اللجنه المفاوضه بس تكنيكال هم حيوصلوا للاتفاق. زي ما انت مثلا داير عندك بيت دار تبيعه بتجيب سمسار عشان هو يسهل لك عمليه، انت ممكن تبيعه براك لكن انت ما تقدر تبيعه براك، بتجيب واحد بيتكلم صاحبك ولا بتجيب زول ثاني بحيث انه يوافق بين الناس. فدهنا المحتاجين انه ما محتاج، لانه هو الفريق المفاوض على حسب ما انا اعرف هو نفس الفريق المفاوض من زمان، يعني ما حصل على حسب فهمي انه ما حصل فيه تغيير، فهو احتمال هو توسيع التوسيع مثلا يعني التوسيع مثلا التيم بتاع الوفد المفاوض حتى يجيبوا فيه ناس ثانيين ما تكنيكال، لكن هم يعرفوا كيف يحققوا اتفاق، ده برضو مهم جدا. نعم، في دكتور محمد بدوي. دكتور محمد بدوي تفضل. دكتور ياسر بدوي. دكتور ياسر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر بدوي محمود، مهندس في الكهرباء في السودان، يعني شغال ومستقري من 29 سنة، ميل في مجال التوليد الحراري، وفي 12 سنة الأخيرة في مجال المشروع التوليد النووي السوداني. أنا بفتكر بالنسبة للنهضة طبعاً يقال إنه الهدف الأساسي بالنسبة لإثيوبيا من بناء سد النهضة هو إنتاج الكهرباء وليس الزراعة، بدليل إنه السد ما عنده مآخذ بتاعت موية للزراعة، وإثيوبيا أصلاً معروف إنها ما عندها أراضي زراعية. فأنا بناقش عشان كده السد من منظور بتاع كهرباء. السد ده مصمم إنه ينتج صح يقال إنه 6000 ميجاوات، لكن ده 6000 ميجاوات هو طبعا معدل، الكهرباء هو معدل ريت وليس كمية. الكمية المصمم منه السد ينتج حسب معلوماتي هو مصمم منه ينتج 15000 جيجاوات ساعة في العام. وطبعا السدود بتختلف من المحطات الحرارية. المحطة الحرارية لو انت مصمم لك محطة ب1000 ميجاوات بالمعدل بتاع الانتاج يعني في السنة، لأنه الأفيلابيليتي بتاعتها عالية، يعني المحطة ما فيها أعطال والوقود متوفر، وممكن تنتج منها 1000 دي تطلع لك 8000 جيجاوات ساعة في العام. فالسدود تختلف طبعا، المسألة بتكون مرتبطة بمعدل سريان المياه وحسب الوفرة بتاعت المياه من المصادر الطبيعية بتاعتها، وحسب الريستريكشنز الموجودة في الداون ستريم لتمرير المياه او الاغراض المشتركه الاخرى والزراعه وغيره. فبالتالي يعني المحطه المائيه ما يعني ما ممكن تنتج، يعني بتكون شغاله كل السنه تنتج زي ما بنحسبها نحن في المحطات الحراريه اللي هي 330 يوم في العام بمعدل 24 ساعه في اليوم، يعني ما كده. فبالتالي بتلقى الافيلابيليتي بتاعت المحطه المائيه ليميتد. المعلومه اللي عندي انه الافيلابيليتي اللي تصدق ممكن 0.3 كويس. فبالتالي هو يعني ميك سنس انه هو ينتج 15000 جيجا وات ساعه بالعام، بالرغم من انه الريتد باور بتصل ل 6000 ميجا وات كويس. ف 6000 ميجا وات دي لو كانت في الحراري اللي هي كان ممكن 48000 جيجا وات ساعه بالعام، لكن في المائي لظروف السد، كل سد يختلف في ظروفه، فهي بتنتج 15000 جيجا وات. وما غريب عندنا مثلا في سد مروي
هو اللي هي الديزاين بتاعته في الريث باور 1250 ميجا وات، لكن بينتج كم في العام؟ بينتج 5000، الديزاين بتاعته 5000 جيجا وات ساعه في العام. فتختلف، فبالتالي انا داير اناقش عشان كده احنا نناقش الكميه هي الاهم. ايوه المعدل عنده فائده لكن لحظيه، بس في لحظه ساعه البيك وقت او كات البيك اورز كويس، ولكن المشاكل بتاعت البيك اورز دائما في لها حلول اخرى، حلول بتاعت انك انت لو ربطت شبكتك بشبكه دوله اخرى وقت البيك في دوله ما بيختلف من وقت البيك في الدوله الاخرى، فبالتالي هم ممكن يدوك كهرباء عشان تمشي الوقت بتاع البيك اورز، يعني يكون فيها الاستهلاك عالي. المشكله الاكبر بتفكر في الكميه، فالكميه دي طبعا حسي ال 15000 جيجا وات ساعه في العام زي ما قلت يعني تعادل من المحطات الحراريه بتعادل لها 2000 ميجا وات كويس، محطه ب 2000 ميجا وات. وفي انواع بتاع محطات حراريه التوليد بتاعها رخيص يعني زي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في انخفاض السعر زيه زي التوليد المائي مثلا الفحم الحجري، حتى ولو كانت فيه مشاكل بتاعه البلوشن للانفايرمنت او غيره وغيره، لكن افتكر انه اصلا افريقيا كلها يعني هي ما يعني اسهامها في الاضرار بتاع التلبيس البيئه ما زيه زي الدول الكبرى، عشان يكون عندنا يعني يعني ملزمين بانه نتفادى الفحم الحجري. ده غير الفحم الحجري اساسا ما عنده تقنيات بتاع تقليل البوليوشن، فانا بقول انه في ظل يعني المهددات الامنيه اللي ممكن تقع على السودان من انه يعني يبنى محطه زي دي يعني في الحدود، وشوفنا انه يعني المحطه يعني حتى الطريقه الميثودولوجي تم بها البناء، وانه يعني يعني الخطر بتاع الدراسات ما مكتمله. ذاته يعني ما مكاتب متخصص، ما بيوت خبره عالميه. يقول لك هاي لجنه الخبراء، لجنه الخبراء في من في في افراد خبراء عالميين، في افراد سودانيين عندهم الخبره، يعني الاحترام كل الاحترام للافراد، لكن مثل المنشآت دي لابد انه طبعا الخبره تكون خبره بيوت، لانها خبره بتكون اكيوميليتد على سنين طويله، مؤسسات عندها خبرات بتراجع الديزاين وبتاكد لك انه الديزاين سيف اور نوت. فالمساله دي يعني في ظل انها ما تمت بالنسبه لسيف والنهضه، فبيبقى الخطر وارد، وهو الخطر اصلا وارد حتى ولو يعني تمت المراجعات كويس. ده غير انه يعني زي ما ذكر البروف اسعد انه يعني هو اوفر ديزاين، ففي كويستشن مارك كبير حول الانتنشن، الانتنت بتاع النازل حول الموضوع ده. فبالتالي بيبقى في يعني 15000 جيجا وات، محطه تعادل بيعادل محطه 2000 ميجا وات من الحراري، تكلفتها ما حتتجاوز لها مليار ونص بالكثير او 2 مليار دولار، ده لو بالغت كويس. فليه احنا نتحمل كل الخطوره دي وكل الريسك ده، والدراسات البيئيه ما مكتمله، وكل المساله هي في النهايه الحل بتاعها في محطه بسعرها ما بيتجاوز له 2 مليار لو بالغ، حسي السد التكلفه اللي بسمعها انه about 5 مليار دولار او ما يقارب ذلك. فبفتكر انه الكميه دي بتاعت الكهرباء دي لا تبرر غيام السد. اثيوبيا نفسها هي ما بتحقق، حتى بالنسبه لاثيوبيا ما حتحقق لها يعني هي خطوه، نعم خطوه في طريق الالف ميل، لكن يعني ما بتحقق النهضه. اثيوبيا دي بعدين لما تنهض وتبقى دوله يعني عندها الناتج القومي بتاع الجي دي بي بير كابيتا بتاعتها يعني يصل زيه زي الجي دي بي بير كابيتا بالنسبه للدول الغنيه حاليا، يعني الفرد يكون دخله يعني زيه زي الدول الغنيه مثلا في الخليج مثلا ولا في الدول الاوروبيه مثلا، وقتها كميه الكهرباء اللي حتكون محتاجه لها كم يعني؟
وقتها كمية الكهرباء اللي حتكون أثيوبيا بتنتجها يعني ممكن تكون 100,000 ميجا واط. وقتها لما ينظر إلى الخلف في إنه 6,000 ميجا واط اللي هي أصلا الناتج بتاع الكمية بتاعتها قليل بيعادل شنو؟ ولا أي حاجة يعني. طيب ها أنتوا يعني في خلال 40 سنة وصلتوا المستوى بتاع التقدم وبقى عندكم 100,000 ميجا واط كويس. اها والسد اللي قاعد مبني ده نحن هيقعد لنا ثاني 200 سنه يهددنا كويس، وهو وقتها هو ممكن يوقف ويستخدم الكهرباء الجايه من السد يعني يكون هو محتاج لذاته. فبالتالي انا بفتكر انه في ريسك يعني ما من ناحيه بتاع الكهرباء المساله عايزه فعلا مراجعه كبيره جدا. السودان نفسه حسي اذا كان الان يعني يطمع في انه يشيل جزء من الكهرباء من سد النهضه، ففي ظروفنا الحاليه هي بتحل لنا مشكله، لكن نحن نفسنا هل نحن حنجي في محطه الفقر دي ثاني طويل مش المفروض نتحرك منها يعني ونمشي لقدام شويه يعني ويكون عندنا انتاج برضه نحن في زمن 15 20 30 سنه ممكن الكهرباء الانستول كاباسيتي بتاعتنا تخفز مما هي عليه اليوم في حدود ال 4,000 ميجا واط تخفز ل 100,000 ميجا واط. طيب وقتها نحن لما نعاين لورا قبل 20 سنه ونحن وافقنا على سد النهضه عشان حيدونا منه يعني من ال 15,000 جيجا واط ساعه في العام حيدونا 2,000 جيجا واط ساعه في العام، اول 6,000 ميجا واط دي كويس حيدونا منها 2000 ميجا واط. حننظر حنلقى كميات بسيطه جدا ما كانت بتضرر دخولنا في التزامات لمده 200 سنه مثلا مع المهددات الكبيره الموجوده. فالحلول شنو بالنسبه من الناحيه بتاعت الكهرباء؟ من الناحيه بتاعت الكهرباء انا افتكر انه يعني اخذ في الاعتبار مقدار الخطر الكبير الواقع على السودان انه يعني اثيوبيا يعني اي نحترم يعني حوجتها لكن فلتتكرم اثيوبيا بانها تبني لها محطه بتاعت فحم ب 2000 ميجا واط كويس وتعفينا من هذه يعني الخطوره البالغه. يعني حسي نحن اثيوبيا حسي لو اكتملت الدراسات البيئيه ودارين وطالبناه بانه تعمل ميتيجيشنز لكل الريسكس اللي حتحصل والنظام بتاع تصريف مياه في حاله انهيار السد كويس، وكل التكاليف دي تم تحميلها على المشروع بتاع هم ذاتهم حيلقوا انه المشروع ده ايكونوميكالي ما فيزبل بالنسبه اليوم، يعني حتخفز التكلفه من 5 مليار دولار ممكن تخفز ل 20 مليار دولار ولا 15 مليار دولار، وهم ذاتهم بالنسبه لهم بتكون ما هناك. وانا افتكر المفاوض السوداني المفروض يتمسك بشده بشده لانه اصلا احنا ما حنضيع على اثيوبيا يعني فرصه الحياه لو رفضنا قيام السد. في حلول اخرى 2000 ميجا واط من الحراري بتكفيهم بتحل لهم مشكلتهم كويس، يبقى ليه يبنوا لنا محطه وما يعملوا لنا نظام بتاع تصريف من الطوارئ؟ ليه يعملوا لنا محطه وما يعملوا كل الدراسات البيئيه ويعملوا ميتيجيشن لكل الاثار البيئيه حتى الاسماك او غير من الاثار الناس حتى لو بيشوفوها بسيطه وتحمل على الكوست كويس؟ فاحسن لهم هم ارخص لهم يمشوا يعملوا محطه بتاعت فحم حجري او غاز يعني ويتفادوا المطالبات الماليه الممكن تقع عليهم دي. نحن ممكن حسي في الاتفاق معاهم ممكن تخش المطالبات في انه في حاله حدوث اي خلل في التشغيل او في التصميم او اي ضرر يقع علينا هم يدفعوا بالكامل، ومن حقنا طبعا ما نتنازل عن حاجه زي دي. طيب وقتها هم الضرر ده حيكلفهم كم؟ حيكلفهم طبعا يعني قروش كثيره جدا، وممكن يعني النهضه اللي بيتكلموا عنها دي كلها يعني بعد ذاك تصبح يعني ديون على اثيوبيا تسدد فيها على مدى قرون يعني لو حصلت اي طارئ. بالنسبه لمصر يعني في كمساهمتها في الحل موضوع الكهرباء اللي هو القضيه كلها قضيه محطه ب 2000 ميجا واط كويس، هنا فعلا في غرابه شديده جدا في موقف مصر. انا بالنسبه لي ليه؟ لانه مصر معروف انه اول حاجه هي الان تتحدث بالصوت العالي عن انه الموضوع بتاع السد يعني بيسبب لها فقر مائي ومشاكل
كويس، والامن المائي بتاعه مهدد ومن حقهم يتكلموا الكلام ده كويس. لكن لما ننظر في الجانب الثاني مقدرات مصر في من ناحيه بتاع الكهرباء، لان مصر من ناحيه بتاع الكهرباء مقدراتها كبيره جدا جدا مقارنه باثيوبيا ومقارنه بالسودان. الدليل على ذلك انه صحيفه الاهرام في عددها بتاع 30 يونيو في 2020 الخبر اللي ذكرته انه يعني مصر رفعت الانستول كاباسيتي بتاعتها ضاعفتها في خلال ست سنوات الفاتت، الست سنوات الماضيه من 14 لحد 20 هي ضاعفت الانستول كاباسيتي من كم؟ من 5 او 28 ضاعفتها بقت يعني كم 50 يعني اضافت 28000 ميجا واط خلال ست سنوات. اذا كانت مصر تملك هذه المقدره الكبيره يعني لإضافة انستول كاباسيتي للشبكه بتاعتها، وهنا المشكله كلها مع اثيوبيا في 2000 ميجا واط، ليه ما تخصص محطه ب 2000 ميجا واط وتبيع الكهرباء لاثيوبيا؟ خاصه انه مصر عندها مصادر طاقه رخيصه، عندها الغاز وهو مصدر رخيص للكهرباء. مصر مقبله الان على وشك ان يعني تبدا الكونستراكشن بتاع النيوكلير فيرس نيوكلير باور بلانت بتاعها، وهو مصدر ايضا رخيص للطاقه. ودائما في المجال بتاع النيوكلير الاصعب هو المحطه الاولى، بعد انشاء المحطه الاولى بقيه انشاء المحطات بيصبح موضوع سهل جدا، وممكن ويحط واصل طوالي في انشاء محطات النيوكلير. اذا مصر ممكن كان تساهم بكل بساطه في حل المشكله بتاع اثيوبيا، تبني هي محطه ب 2000 ميجا واط واثيوبيا تبني الخط الناقل ويبيعوا لها الكهرباء يعني، ومصر تفدي نفسها تفدي الامن المائي بتاعها. هل معقول يعني الناس زي الفايته عليهم الفكره دي؟ اي داوت، ما ممكن تكون فايته عليهم الفكره دي. طيب نجي للسودان، اذا اصلا السودان خلاص اصبح من الضعف اللي ما يقدر يعني يفرض على الاثيوبيين انه يوقفوا بناء هذا السد كويس، ولا يقدر يفرض على المجتمع الدولي انه يتدخل لمنع اثيوبيا من مواصله هذا السد، وقتها خلاص اذا اصلا بانديك ضرائر الشيء خفهم، التزم للاثيوبيين ده انك انت تبني محطه ب 2000 ميجا واط في علوم الكهرباء عشان تتفادى هذا الخطر، بالرغم من صعوبه هذا الحل بالنسبه لنا نحن طبعا، ونحن حسي في وقت يعني بناء محطه ب 1000 ميجا واط بالنسبه لنا موضوع صعب جدا، لكن كمان نحن نقارن بين الاضرار، انت تتحمل ريسك زي ده لمده 200 سنه لقدام، ولا يعني تقتطع من قوتك اليومي وتبني محطه ب 2000 ميجا واط وتبيع بها الكهرباء لايجارك ده، لانه اصر وتعنت وتزمت والمجتمع الدولي وقف وساعد وما في زول وقف معانا، نتوكل بس نبني محطه ب 2000 ميجا واط ونبيع لهم الكهرباء. ثاني في حلول في الحل التكاملي انه الثلاثه دول اللي تقعد مع بعض وتبني محطه مع بعض يعني بسعر يعني يتشاركوها بالصيغه المناسبه ويعززوا من ربط الشبكات الكهربائيه بيناتهم، اوريدي حسي هي مربوطه شبكتنا مربوطه باثيوبيا لكن بخط يعني الكاباسيتي بتاعته فيري ليميتد 200 ميجا واط فقط يعني، فايضا مربوطين مع مصر لكن برضه الكاباسيتي برضه وسام اكستند برضه ليميتد. المهم يكون في حل تكامل الثلاثه دول اللي يقعدوا مع بعض ويقول لهم حل موضوع المحطه المشتركه وحل مساله تعزيز الربط وبيع الكهرباء بينهم، وعشان ده لو كانت النوايا اصلا صافيه، لانه المحطه دي اساسا هي لمساله كهرباء لاثيوبيا وما عندها اغراض اخرى. اذا بقت النوايا ما صافيه وما دارين يصلوا معانا لحلول، احنا في النهايه يعني بس نثبت موقفنا ونحن كجيل خلاص نسلم الراي للاجيال الجايه، على الاقل ان احنا ما ازعلنا وما قبلنا بقيام هذا السد بالطريقه دي، ونخلي الاجيال الاخرى يعني تجي تشوف تحل المشكله دي كيف، زي ما مساله حلايب يعني الحكومات السابقه ما في حكومه اعترفت لمصر بانها يعني هي عندها السياده على حلايب، لكن في نفس الوقت كل الحكومات فشلت في انها تحرر حلايب، فخلاص اوكي اقيفوا على الموقف ده وسلموا الرايه دي للاجيال الاخرى عشان تشوف حل المشكله، لكن نمشي ونغر لهم بانه لا نحن قبلنا
لا نحن ما قبلنا، لكن عاجزين ما قادرين نغير. واصعب الحلول عندنا اللي هو نقطع من لحمنا ونديكم نبني لكم محطه ونبيع لكم بها الكهرباء، انتوا رفضتوه. اكثر من كده ما عندنا لكم تنازلات. وده انا بفتكر انه يعني المفاوض السوداني المفروض كلمته يعني يتمسك بقوه وما يحس باي يعني انه نوع من الدعاية والكلام في انه هو يهود على اثيوبيا فرصه النهضه. ابدا ابدا ما في كلام زي ده. ما المساله ما مساله عواطف، المساله الناس تكون راشنال وتفكر في مصالحها وما تقدم تنازلات. شكرا جزيلا دكتور ياسر. طيب دكتور رجعت، دي تقريبا هتكون اخر مداخله. دكتور رجعت ممكن تعقب عليه وعلى نعم. شكرا على الدكتور ياسر على الملاحظات القيمه، وانا بس باخذ النقطه الاخيره منك اذا هي انه يمكن حل المشكله في يعني في اطار الاتحاد الاقتصادي. انا افتكر هي دي زي ما قال ياسر، اذا كان اصلا مشكله بتاعت كهرباء ممكن مصر تدون كهرباء، ممكن يعني تكون في تبادل المويه من اجل الكهرباء. يعني انتم خلاص تخلوا مثلا اذا مثلا ممكن يعني ممكن يعني تولد ممكن تولد الكهرباء بس على مستوى اقل، لكن احنا ممكن نديك كهرباء عشان نعوضك اللي انت فقدته ده. فده برضه حل يعني، يعني ما حل يعني it's not impossible، لكن حل ممكن يطرح نفسه وكده. ثاني برضه اذا كان بس يعني هو الموضوع بتاع سد النهضه، انا على حسب اعتقادي انه بس النوايا ما صافيه، لانه يعني النوايا ما صافيه، لانه السد لفتره طويله جدا برضه السيوه ما قدرت يعني توجد له مثلا تمويل وكده. وتاني في النقطه دي النقطه بتاعت التكامل الاقتصادي، وزي ما قال الاخ ياسر بدر، على الاقل اذا احنا ما قدرنا في يعني في الموقف الحالي، اذا احنا ما قدرنا يعني اننا نواجه يعني مثلا على الاقل ممكن زي ما قال هو زي في مشكله حلايب، احنا ممكن نسلم الرايه دي للجيل القادم، هو خليه يعني يتعامل معه بالطريقه اللي هو يراها مناسبه. لكن احنا مثلا مشكلتنا في الان في الموقع ده احنا موقف يعني موقفنا بقى ضعيف جدا، يعني what can we do، يعني بقى موقف ضعيف جدا، فما عندنا خيارات كثيره، ما في خيارات كثيره الا ننسحب ونقول والله يا اخي موقف بتاع المبادئ ده احنا انسحبنا منه لانه لاسباب مثلا على سار اجتماعيه ما تمت وكده وخلافه، وممكن نصعد الامر ده مثلا للمجتمع الدولي والدول الكبرى عشان احنا تساعدنا انه نوجد فيه حل، لكن غير كده ما في حاجه احنا بنقدر نعملها. السيمينار يعني ممتاز جدا، والمداخلات كلها من الضيوف الكرام. دكتور اسعد والله احنا سعيدين بك جدا، وشكرا لك، وان شاء الله دي تكون فاتحه للسلسله بتاعت نقاشات ان شاء الله حول الموضوع المهم والحيوي والممكن يكون اكزيستنشال ثريت يعني لينا نحن اللي عايشين هسه وللاجيال القادمه ان شاء الله في السودان. فنفتكر انه ده والله فاتحه لاسئله كثيره، والناس تشوف شنو الدراسات الممكنه وشنو الابديتس برضه بجاي باشمهندس محمد بشير وكل الناس. الموضوع بتاع سد النهضه من المواضيع المهمه جدا، وموضوع بتاع امن قومي لنا في السودان، ولا يفترض انه يترك في يد السياسيين بس، وانما يشرك فيه كل الباحثين وكل المجتمع المحلي السوداني. نشكرك جزيلا دكتور اسعد، وان شاء الله نشوفك في سيمينار قادم. شكرا جزيلا. سلام. شكرا. السلام.